الخير. اهلا بحضراتكم معانا حلقه يوم السبت 9 مايو 2020. كل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه باكثر. يعني ايه؟ يعني لو واحد زي موكلي كده نشأ في الغابات وما يعرفش الصح من الغلط، لو خد حاجة مش بتاعته عشان هو محتاجها، ممكن ما تقدرش تعتبر ده ان هو غلطان قوي يعني. لكن لو واحد عارف ان السرقة غلط يبقى لازم يتعاقب، ولو واحد عارف ان السرقة حرام يبقى لازم يتحمل المسؤولية. كل ما تكون عارف اكتر كل ما يطلب منك اكتر، كل ما يكون عندك كتير كل ما يبقى مطلوب منك تعرف الناس اكتر. لو بتشتغل في التدريس، لو بتشتغل في الفن، لو بتشتغل في الاعلام، لو بتشتغل في الصحافة، لو بتشتغل في الوعي يبقى عندك كتير. المفروض طبعا تثقف نفسك عشان يبقى عندك كتير، علشان يعني الكوباية ما بتدلدقش، لا تفيض على آخرين قبل أن تمتلئ. فأنت تثقف نفسك وتملى كتير وتعرف كتير، بس خد بالك كل ما تعرف كل ما هيطلب منك أكتر. اوعى يكون عندك كتير وعارف كتير وفاهم كتير وبتغلط كتير، لحسن مسؤوليتك هتبقى كبيرة قوي. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير. فقرات الحوار لهذا اليوم هتكون فقرة اقتصادية عن تداعيات فيروس كورونا على الاسواق والبورصة، وهيكون معانا السيدة رانيا يعقوب خبير اسواق المال، وعندنا فقرة مع دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدولي بنقابة الصيادلة عن الدواء ما بعد كورونا، عموما الادويه اللي بتعالج كورونا وايها الانسب لينا، وهنبتدي نجرب ايه، والدواء عموما هيكون مستقبله ايه. وهنا برضو كويس ان انا افتكرت اقول لحضراتكم انه حتى الحاجات اللي هي مش مستورده رسمي، وهتندهشوا لو قلت لكم بعض اسماء الادويه، مش هقدر اقول طبعا لانها دعايه، لكن بعض ادويه مثلا من ضمنها ادويه البرد وغيره وغيره، لما الوزاره شدت حيلها وبقى في رقابه، الدواء اللي كان ب 130 جنيه نزل بقى باقل من 90 جنيه، يعني حتى دي اللي هي مش مسعره. ففي كل الاحوال الرقابه مطلوبه. ده عن فقرات الحوار لهذا اليوم. خلينا ابتدي معاكم بالاعداد اللي اظهرتها احصائيات رسميه، انه عدينا حاجز 4 مليون مصاب. معرفش راديو مصر كان بيتكلم عن 3 مليون مصاب و 700,000 لغاية من شوية. الحقيقة ان الموضوع اصبح مربك للغاية، ان انت فعلا على ما تجهز وجيلك الاحصائيات الجديدة 4,072,551 مصاب في العالم، 1,416,000 متعافي، داخلين على 1,500,000، 278,000 يعني عدينا ربع مليون وفاة، 278,672 بالنسبة لمصر. الأرقام عندنا على حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 2,002، دول اللي خرجوا من المستشفيات بعد ما خرج 57 حالة جديدة. بالنسبة اللي حالتهم تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية، داخلين على 2,500، ده رقم كويس قوي. الأعداد كبيرة، 488 وامبارح 495 و11 حالة وفاة، بحيث انه الرقم الاجمالي بقى 8900. دي يا جماعة
900 8964 واجمالي الوفيات 514. عايش انا بسال على الاجمالي. طيب وزيرة الصحة النهاردة كانت في جولة في عدة مستشفيات وكانت جولة شديدة الأهمية وأعلنت خبر شديد الأهمية وهو قرب وصول أول دفعة من عقار ريمديسيفير الأمريكي لعلاج فيروس كورونا. في الوقت اللي بتتحدث فيه دكتورة هالة زايد عن اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية لعلاج المصريين والحقن ب بلازما المتعافين، وده كان موضوع اتكلمنا فيه قبل كده. تحدثت عن ريمديسيفير اللي هو العلاج اللي اجازته هيئه الغذاء والدواء الامريكيه الـFDA، واثناء زيارتها المستشفيات صدر وحميات الاسكندريه قالت انه جاري استخدام بلازما المتعافين زي ما قلت لحضراتكم، سيتم الاعلان عن النتائج اولا باول. طبعا في نفس التوقيت اللي بتكلم فيه وزيرة الصحة عن هذا العلاج وهو امريكي يفاجئنا دونالد ترامب، بس هقول تفاصيل الخبر ده في حينه، لكن المهم ان انا اقول هنا ان هو قال جملة شديدة المفاجأة انه ستنتهي مشاكل فيروس كورونا دون علاج، وقال ان احنا عدى علينا فيروسات كتير ما شفنا لهاش علاج لكنها اختفت وما ظهرتش مرة تانية، هقوله في حينه الخبر ده. طيب الحكومة تتحدث عن رفع كفاءة وتطوير 35 مستشفى حميات وصدر لتضاف إلى مستشفيات العزل، كما صرح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة اللي عقد اجتماع لمتابعة أعمال التجهيز والتأهيل لهذه المستشفيات على مستوى الجمهورية علشان تحول لمستشفيات عزل. الاجتماع حضره دكتور خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. معانا على التليفون دكتور محي الدين سليمان نائب مدير مستشفى حميات العباسية. مساء الخير يا فندم. الو من فضلكم لما تفقدوا الاتصال بقولوا لي قبل ما اقول انه معانا. دكتور مصطفى مدبولي النهاردة كمان من ضمن شغله اللي اصبح نشيط جدا في قرب الفتح التدريجي لمؤسسات الدولة، زار محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية اللي بيتم تنفيذها حاليا على ارض المحافظة ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية بمختلف المواقع في مقدمتها مواقع العمل والإنتاج في إطار التعامل مع تداعيات الأزمة. في مستهل الزيارة اللي كان بيرافق سيادته فيها وزراء الري والتنمية المحلية والإسكان والنقل وطبعا محافظ القليوبية، قام رئيس الوزراء بجولة في مستشفى كفر شكر المركزي. مستشفى كفر شكر المركزي يتم بها أعمال تطوير وصلت نسبتها الى 98%، المفروض هتتسلم 30/6 بتكلفة تقديرية 212.8 حوالي 213 مليون جنيه، على ان يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل. طيب كان في جولة تفقدية النهاردة لسيادة الرئيس بعد المشروعات القومية بعد ظهر اليوم السبت. تعالوا نشوف الفيديو الخاص بهذه الجولة ونرجع مع حضراتكم. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة. الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية، وكذا شبكة الطرق والكباري لربط تلك المناطق بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، ومشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب. كما التقى السيد الرئيس أثناء التفقد بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولة سيادته، حيث حرص على تحياتهم والاستماع إليهم.
وقد شدد السيد الرئيس لدى جولته على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية، ومؤكدا على أهمية استعادة الوجه الحضاري للقاهرة. أبدالي كلنا دلوقتي منتظرين نقابل الرئيس في جولة من دول ويسألنا، مش عايز حاجة عشان نقوله على كل اللي احنا عايزينه. طيب دكتور مصطفى مدبولي ايضا تفقد النهاردة اثناء زيارته لمحافظة القليوبية احد مصانع الملابس الجاهزة، تمت اقامته ضمن مشروع وظيفتك جنب بيتك. والحقيقة انه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة اللي من هذا النوع، وان يصل الاهتمام لتفقد رئيس مجلس الوزراء، ده شيء رائع جدا، واعلان صريح من الحكومة بانها تشجع المشروعات متناهية ومتوسطة الصغر. وانتوا عارفين ان في اقتصادات عملاقة في العالم زي الصين قامت على تشجيع مثل هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. المشروع بيصنع ملابس طبية، اشتغل على الجاون والكمامات، الجاون اللي هو بيلبسه الدكتور او الطقم الطبي وبيتربط من ورا، لمواجهة الطلب المتزايد عليها خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا. تمت الإشارة في هذا الصدد لإجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، بيصل 2000 قطعة جاون خلال اليوم الواحد إلى جوار الكمامات. طبعا ده رقم كبير، ده يعني مشروعك جنب بيتك، ده مصنعك الكبير جنب بيتك. طيب تعالوا ناخد تقرير عملته الكاميرات البرنامج مع المواطنين عن شهر رمضان. شهر رمضان يختلف ايه؟ ناقصه ايه؟ استفدنا ايه مختلف؟ تعالوا نشوف كده رأي حضراتكم ونرجع معاكم في مساء الخير. بسبب فيروس كورونا اكيد رمضان ده مختلف عن السنين اللي فاتت، واكيد في حاجات كتير كنت بتعملها في رمضان قبل كده ما بقتش تعرف تعملها رمضان ده بسبب وجود هذا الفيروس. نزلنا النهاردة الشارع عشان نسأل الناس عن الحاجات دي ومدى تأثير كورونا علينا. تعالوا نشوف الناس هتقول لنا ايه. ايه الحاجات والعادات اللي انت كنت بتعملها في رمضان قبل كده ما بقتش تعرف تعملها دلوقتي بسبب وجود كورونا؟ طبعا الكورونا اللي حصلت دي بوظت التعادات كتير قوي، منها تجمع الناس او اللمة بتاعت الاهل يعني. كل حاجة، الصلاة، العبادة بأكملها، عايز انزل مثلا اشوف والدتي اشوف اخواتي، مفيش، مش عارفين نتحرك، ممنوع اصلا احنا نطلع من الشارع، خايفين نطلع للشارع يجي لنا كورونا. بصراحة دلوقتي ظروف كورونا خلتنا ان احنا لازم نلتزم، طبعا ظروف حظر ومفيش تجمعات، وفي حاجات كتيرة قوي بطلنا نعملها، يعني العزومات والتجمعات، وان احنا كنا بنقعد على طول بيتنا واصحابنا على القهوة، بنتجمع احنا والعيلة في كل وقت، ده يعزم ده، ده يعزم ده، يعزم ده. دلوقتي ما بقتش موجودة الحاجات ديت، وبقينا ملتزمين في البيت، يعني ما الواحد ما بينزلش الا للشديد القوي يعني. يعني مثلا الجيم، الخروجات مع اصحابي. رمضان الاول كنا بنحط الطبلية وبنتلم كلنا، مسلم مع مسيحي مع كل الناس، بتحب بعضها وفي وفاء وفي حب. طالما زمن الوفاء انتهى خلاص يا ابني، ما تدورش على رمضان. فين رمضان؟ كورونا دي جايه ده وباء، لان ربنا زعلان مننا، زعلان مننا قوي 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 قوي، لان بعدنا كتير. عادت على القهوه، ان انا اتسحر بره، مفيش الامان الموجود، ما كانش فيه الامان ده كان موجود، كنا بننزل ونطلع ومفيش حاجه. انما دلوقتي اي واحد بيفكر ان هو ينزل بيبقى متردد وهو نازل. ايه الرساله اللي تحب توجهها لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في رمضان؟ ان ربنا يبعد عننا الوباء. والله اقول لهم كل واحد يحافظ على قد ما يقدر عشان نعدي المرحله دي، عشان ربنا يحوش البلاء ده عننا ونعرف نتحرك ونروح ونيجي زي الاول. يعني عندي بعض الملاحظات على الكلام اللي الناس قالوه. اولا في المناطق الشعبيه، في مناطق شعبيه في قلب القاهره
ولا على بالها انه في حظر ولا كورونا ولا كمامات ولا تباعد اجتماعي. وانا في واحد صديقي قال لي انه كان في عزا في المرج، هو تصور طبعا انه هيروح يقول كلمة ويمشي ومفيش حد قاعد، لقى صوان في سوريا في عزبة النخل جوه بقى في الشوارع، صوان معمول في الشارع. واللي انا بقوله ده طبعا مش بدعة، يعني انتوا عارفين الدنيا عاملة ازاي في شبرا، وعارفين الدنيا عاملة ازاي في كل ما هو شوارع داخلية، والحظر في القلب زي ما انتوا عارفين يعني. فدي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز برضو ألاحظها على كلام السادة اللي تحدثوا في التقرير، انه هل القهوة جزء من العبادة في شهر رمضان؟ هل الصلاة توقفت بغلق المساجد؟ طب ما حتى الأذان اللي معمول دلوقتي، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحابكم، يبقى إذن الصلاة ما اتمنعتش، العبادة ما اتمنعتش، عشان الرجل الفاضل اللي قال الصلاة العبادة كلها، وبعد كده دخلنا بقى في القهوة وأفطر برا وأنزل أروح. طب ما تروح في وقت قبل الحظر، الفطار 6:30 والحظر 9، يعني حتى يعني يمكن دي فرصة ان احنا نفصل ما تعودنا عليه اجتماعيا عن العبادة. العبادة ده شيء تاني خالص، ما هو ملوش دعوة بالقهوة، وملوش دعوة بتجمعنا، وملوش دعوة بإني اتسحر برا. انا مش بقول طبعا ان الحاجات دي وحشة، دي من اجمل ما يميز شعب مصر العظيم. طيب في خبر بقى ليه علاقة بما يميز شعب مصر العظيم ده، ان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قال تصريح في برنامج تلفزيوني، انا يعني منتظر ان انا اعرف تفاصيل الموضوع ده، قال انه رئيس الحكومة اعلن ان الدولة هتستمر بنفس القواعد والاجراءات الطبية الاحترازية. ده الكلام ده، الاعلان ده كان في اجتماع يوم الخميس، واللي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية، يعني الاسبوعين اللي جايين والعيد شغال معانا الحظر من الساعة 9. طيب قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة موقف، اول يونيو سنبتدئ فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه سنتعايش مع كورونا؟ واضاف في تصريح اعلامي ان العالم حتى الان غير قادر على الوصول لعلاج، ولا يمكن ان تستمر دول العالم في الاغلاق، الحل الامثل ان تعود الحياة الى طبيعتها تدريجيا مع اتباع الاجراءات الطبية. والحقيقة انه اضاف كمان الى هذا الكلام حديث عن السينما، وحديث عن المسرح، وحديث عن استادات الكورة اذا لم اكن مخطئا، ولكن عن طريق التباعد الاجتماعي، وان الكمامات والجوانتيات والحاجات دي في بعض الاماكن وخصوصا المغلقة او التجمعات الكبيرة هيبقى اللي مش بيطبقها عليه عقوبة غرامة مثلا او ما شابه. اما فيما يخص السينما والمسرح ومدرجات الكورة والمصايف، انا مش قادر اتصور ان اول 6 ممكن نفتح الحاجات دي، ممكن اتصور انها الحكومة كلها تشتغل بالتدريج والحاجات دي تتأخر شوية. دونالد ترامب زي ما قلت لحضراتكم تفصيل بقى ما قلته قبل كده اجمالا، انه دونالد ترامب قال انه انا بأؤكد ان فيروس كورونا هيخلص دون انتاج لقاح مضاد، اشعر ان الوباء سيختفي من دون تطوير لقاح بعد مدة معينة ولن يعود مجددا، قد يعود للظهور في فصل الخريف او السنة المقبلة لكنه سينتهي على اي حال. واجهنا من قبل فيروسات وانفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن، لكنها لم تظهر من جديد. صحيح أن عدد من مراكز الأبحاث حول العالم أحرز تقدم في تطوير لقاح، لكن توصلنا إليه أم لا فالفيروس سيختفي. معايا على التليفون دكتور أمجد، لا عفوا دكتور حاتم محمد صالح، رئيس معمل أبحاث الوراثة بهيئة المصل واللقاح. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. دكتور حاتم، بالامس دكتور احمد الحداد مدير مركز الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح قال ان الارقام المعلنه من وزاره الصحه بعدد الاصابات مرتفعه، وان الدوله كانت متوقعه ان يكون هذا الاسبوع او الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي هو ذروه فيروس كورونا بسبب الاستهتار بالاجراءات الاحترازيه. اعرف تعليق سيادتك قبل ما اقول لك بقيه التصريح. نعم اتفق معاه في هذا الكلام، لان حضرتك احنا يعني للاسف ما عندناش الوعي الصحي التام بخطوره هذا الموضوع. حتى يعني في الشهر الفضيل، وكنت بسمع لحضرتك كنت بتتكلم عن
العبادات وخلافه، الناس واخدة مظهرية رمضان دون اللجوء إلى أصول العبادة نفسها. وبعدين التكدس الرهيب واللي بنشوفه في الشوارع وبنشوفه في المواصلات وخلافه، ده طبعا ازاي نقدر نحمي انفسنا من هذا المرض اذا كان لا يتبع الاجراءات المبسطه ابسطها، يعني الابتعاد بمسافه مترين عن الاخرين، لبس الكمامه، ارتداء الجوانتيات الطبيه، لكن للاسف ما فيش وعي صحي. طب دكتور حاتم، يعني توقعات حضرتك لما يحدث في الاسبوعين القادمين والتكالب على شراء حاجيات عيد الفطر وبتبقى شوارع ضيقة كده وفيها آلاف من البشر؟ يعني أبسط حاجة حضرتك لو شفت مثلا ميدان العتبة، أنا لما شفت الصور اللي فيه ما صدقتش إن ده في وقت حظر، ووقت كأن الناس مش مدركة لخطورة هذا الفيروس وماذا يسببه من يعني مصاعب مش ممكن نقدر عليها. الحل الوحيد هو الحظر الصحي والبعد عن اماكن التكدسات، لكن هيستمر، مش هنقدر نغير، هي ثقافه شعب مش هنقدر نغيرها، فهيزداد العدد. انا واثق من هذا. طب في ظل، اسمح لي يا دكتور حاتم، في ظل ما تحدث به المتحدث باسم رئيس الوزراء مستشار نادر سعد عن انه يعني الحكومه عملت كل اللي عليها ومن اول ستة هنتعايش مع كورونا، يعني انا عايز برضو لو حضرتك تساعدني في محاولة تحليل او فهم هذا الامر، وكان الحديث فيه كلام عن السينما والمسرح ومدرجات الكورة، يعني هل احنا نحتمل ان كل ده يتفتح مرة واحدة ونلاقي نفسنا قدام شواطئ مكدسة وملاعب كورة ولا قدر الله بقى ننتقل لمراحل خطيرة لو ربنا ما رحمناش؟ هو حضرتك يعني انا مش عارف اتكلم اقول ايه في موقف زي كده، لان الحكومة فعلا هي حطت القواعد والاستراتيجيات اللي نمشي عليها، وحتى في العمالة قالت هنبقى كذا، لكن احنا اقتصادنا مش اقتصاد دولة قوية يتحمل هذه الفترة الطويلة طبعا. لكن الـ هنا العيب على الاسرة، على المواطن نفسه، على ثقافته، على وعيه. احنا بيقولوا ان احنا راهننا على وعي المواطن المصري وخزننا نتيجة التكدسات اللي حضرتك بتشوفها ونتيجة برضو الحالة الاقتصادية. لكن انا بقول لما تفتح الملاعب وتفتح الشواطئ فين دور الاب والام والاسرة في منع اولادهم من ان هم يروحوا؟ ده ابدأ بنفسك، حصن نفسك، هو ده الحل الوحيد امامك. لان احنا كده هنعيش مناعة القطيع، يعني اللي هي بتطبقها الدول اللي هي السويد. مش قادرة دي دولة السويد. تقول ليه بقى؟ ليه السويد طبقتها؟ لان المستوى الصحي العالي لمستشفياتها والادارة الصحية وخلافه والامكانيات المهولة، تعرف ان شعب السويد كله 4 مليون يعني، وكمان اضافة لمستوى الوعي بتاع المواطن وهو اصلا حواليه فراغ من كل ناحية في اي حتة بيروحها عشان العدد قليل والدولة كبيرة يعني. وبعدين حضرتك انا عشت فتره طويله يعني الحمد لله في منح دراسيه وبعثات، كنت بشوف اوروبا وفي امريكا وحتى في كوريا والصين، كنا بنشوف المواصلات بتاعتهم عامله ازاي. المواصلات والله تغنيك عن قياده على عربيه ليموزين طبعا، من كتر النظافه والحاجه الصحيه والمسافات. ده انا يعني صعقت لما شفت مثلا دوله زي المجر مواصلاتها اللي هي من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بتشغل على اعلى كفاءه ومفيش تكدس تماما. طيب يعني في وعي كبير جدا للمواطن. طيب فبالتالي من حقهم يطبقوا هذه الثقافه. احنا هنستاذن حضرتك بقى ان شاء الله يبقى في لقاء نتكلم عن تفاصيل كتير، لانه كمان موضوع ان ترامب قال هيمشي من غير دواء ده موضوع برضه محتاج لدراسه يعني. فمن هنا من يعني هنا للايام القادمه يكون ظهر الجديد وتنورنا. دكتور حاتم محمد صالح رئيس معمل ابحاث الوراثه بهيئه المصل واللقاح، بشكر سيادتك على وجودك معانا. طيب تعالوا نروح لوزاره الداخليه اللي بترصد بؤر اجراميه شديده الخطوره. تعالوا نشوف الفيديو ده علشان برضو نتاكد ان كل الوزارات شغاله بطاقه كبيره، وخصوصا رصد الجريمه والقبض عليها لانهائها، لانه طبعا ما بتصدق الجريمه تتسلل اثناء ما البلد مشغوله بحاجه تانية. تتواصل جهود وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه
لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الامنية. ففي اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 6377 قضية تموينية متنوعة، وضبط 16 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 5 اماكن لممارسة الانشطة التعليمية، وغلق 1709 محل مخالف لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط عدد 23647 شخص، وعدد 6835 سيارة، وعدد 383 دراجة نارية، وعدد 661 مركبة توك توك. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 10329 اسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم 1,394,415 جنيه، وضبط 253,896 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط قرابة 1005 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 175,231 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 23,921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و30 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 72,638 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 37,736,000 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1216 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغ حجم التعاملات فيها أكثر من 1,249,000,000 جنيه، واختيرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. محاضر الاغلاق اللي كنا بنشوفها دلوقتي فكرتني بالشاب الجميل اللي كان راكب توك توك وبيقول الجيم، بيقول له ايه اللي في رمضان المره دي ما عملتوش، فقال له الجيم. يعني برضو من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها افصلوا ما بين العادات الاجتماعيه وما بين العباده. طيب خلونا نتكلم عن اهم واكبر صفقه جرارات في تاريخ السكك الحديديه المصريه، شراء 110 جرار متعاقد عليها لتصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك، ووصولها وصول أجزاء منها لميناء الإسكندرية، إعادة تأهيل 81 جرار، إجراء صيانة وتوريد قطع غيار ل 15 سنة تشمل الدعم الفني. الصفقة كلها بتتكلف حوالي 602 مليون دولار. طيب خلينا ناخد سياده اللواء سعيد طعيمه رئيس لجنه النقل بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. هو بس انا اوضح ساعتك، بس انا يعني انا سبت لجنه النقل حاليا، يعني عضو في مجلس لجنه النقل، لان دلوقتي زميل ثاني ماسك لجنه النقل حاليا، فانا مش عضو، مش رئيس لجنه، انا عضو لجنه. اهلا بسيادتك يا فندم. سياده اللواء، يعني احنا لطالما تحدثنا عن مشاكل السكك الحديديه قبل حتى ما تودي بحياة المصريين بنسب كبيرة، كنا نتحدث عن النظافة ونتحدث عن
الشيء الغير آدمي في خدمة المواطن، تذاكر الدرجة التالتة، شبابيك مكسرة، كراسي مكسرة، ناس بتقعد على الأرفف اللي مخصصة للشنط، وحاجة كانت مؤلمة، وناس كانت بتقعد فوق جرارات القطر. فظهرت مع الكوارث والحوادث أهمية التجديد، وتقال إنها بتخسر والقصص دي كلها، وإحنا لدينا شركة من أقدم وأعرق السكك الحديدية في العالم. كلمني عن الصفقة الجديدة للجرارات، وهتقدم خدمة شكلها إيه للمواطن؟ هو يعني لازم نعرف كلنا إن إحنا يمكن بداية عهد السيادة الرئيس عبد السيسي تقريبا كان ما كانش عندنا سكة حديد. يعني لازم نعرف كلنا يمكن بعد الثورة والأيام الثورة والدنيا بعد الثورة ويمكن قبل الثورة برضو، لكن ما كناش حاسين أول بالموضوع ده، لكن احنا حسينا تماما في عصر الرئيس ان احنا عندنا حاجة يمكن جزء يعني انا بعتبرها اهرامات مصر. طبعا سكة حديد اهرامات مصر. سكة حديد يمكن احنا ثالث دولة تقريبا على مستوى العالم طبعا. ده يعني دينا تاريخ غير عادي بالنسبة للسكة الحديد. اذا كانت وقت من انا اتفق فلازم نقوم بيها ولازم نرجع تاني لحالتنا الاولية. السكة الحديد مش قطارات وعربيات فقط، السكة الحديد هي سكة حديد كهربة البنية الاساسية كاملة. طبعا البنية الاساسية كاملة، لو جبت قطر ومليش بنية اساسية، لو جبت قاطرات او عربيات جديدة وملهاش بنية اساسية مظبوطة، يبقى اذا هنرجع تاني في دوامة الحوادث العشوائية اللي احنا كنا فيها قبل كده. ولذلك الدولة ماشية في اتجاهين، الاتجاه الاولاني مش في السكة الحديد اللي هو بنية الاساسية اللي هي كهرباء السكة الحديد، عشان خاطر يبقى النظام كله آلي. يبقى التحكم مزلقانات والاشارات وما الى ذلك، كله وتطوير القضبان كمان شغالين فيها كويس. فهو كهرباء السكة الحديد ده جزء اساسي قبل القطارات، قبل القطارات وقبل القطارات. الدولة ماشية في هذا السياق وماشية كويس جدا في الكهرباء منذ فترة كبيرة، ويمكن قريب يعني، بس عشان نقول قريب لان احنا عندنا سكة حديد بتاخد من اول يمكن مطروح، مش اسكندرية، مطروح لغاية اسوان، ودي مساحة كبيرة جدا من وبرضو فيها قطارات عراضي او داخلي زي قطر ابو قير في اسكندرية وخلافه. كل قطارات المناشي والحاجات دي كل مساحات كبيرة مش هتخلص في يوم وليلة، لكن كان لازم نمشي باتجاهين. الاتجاه الاولاني زي ما قلت ساعات احنا كهرباء الحديد والبنيه الاساسيه، ثانيا القطرات. واحنا يمكن في الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا يمكن انا بشكر القائمين على سكه الحديد في الفتره اللي فاتت ان احنا شدينا عليهم قوي، وكنا يعني يمكن بنهاجمهم كتير، لكن انا هم كانوا بيشتغلوا بحاجه مش مفروض تمشي. يعني قطرات فيش قطع غيار، بتمشي. انا ركبت القاطره اكتر مره حقيقي، يعني كان الله فوق السواق اللي راكب. بشكرك سياده اللواء، بشكرك يعني جدا سياده اللواء سعيد طعيم عضو لجنه النقل بمجلس النواب. الحقيقه كان في كلام كتير مهم عن البضائع، لان احنا بدانا من 3 سنين نتكلم عن خطوط نقل البضائع اللي توقفت وقد ايه ممكن تدر على مصر مليارات. كنت عايز اعرف برضو وصلت لفين، لكن يعني هنرجئ ده لفتح الموضوع بتفاصيله اكتر بقى علشان نتكلم على كل حاجه والخدمات اللي بتقدم للمواطن وزياده سعر التذاكر اذا كانت هتزيد ولا لا. يعني عايزين الموضوع ده نتكلم فيه من اكتر من اتجاه. طيب النهارده وزاره التربيه والتعليم هتبتدي استلام المشاريع البحثيه لطلاب النقل ورقيا والكترونيا لغايه 16 مايو. متاح قيام الطلاب انها تقدم مشاريعهم يا اما بالورقه تقدمها في المدرسه او الكترونيا على منصه ادمودو. الوزاره حددت جدول زمني لتسليم الابحاث على حسب الصفوف الدراسيه. كل سنه دراسيه من سنوات النقل ليها يعني وقت معين. بس طبعا يعني اليوم الواحد ده انا اشك ان ده ممكن يكون
يكون كافي يعني. طب احنا معانا الاستاذ محمد عبد التواب مدير عام الاداره العامه للتعليم العام والتجريبي بالقاهره. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا مساء الخير يا فندم، واهلا وسهلا بسيادتك وبالساده المشاهدين. استاذ محمد، يعني انا شايف قدامي في جدول، وامبارح جالي تليفون من احد المواطنين الافاضل من الصعيد عنده اطفال في ابتدائي. الناس بعيد كده في الصعيد مش فاهمين كتير من اللي احنا بنتكلم فيه، فهل وجود يوم لتسليم كل ابحاث رابعة ابتدائي، كل ابحاث اولى اعدادي، هل ده كافي؟ لا يا فندم، هو الجدول مش يوم واحد، الجدول فيه يوم ويوم تاني للمتخلف في سنة رابعة، يوم تالت ليه، يعني جدول لكل صف فيه تلات ايام علشان نبدا نشيل حده الناس والكثافات اللي تبقى موجوده. فالجدول فيه راحه كثيره جدا جدا، وكان فيه صور بعتناها لحضراتكم بالنسبه لينا هنا في يا فندم بنعرضها اثناء ما حضرتك بتكلمنا. تمام، اشكرك على ان الصور دي حصريه لينا. تمام يا فندم. الجدول يعني معالي وزير التربيه والتعليم تحدث كثير عن هذا الموضوع، لدرجة ان يعني كلما تجد وزير بيتكلم ليل نهار مع اولياء الامور هنعمل كذا وكذا، ويبدأ هو يعمل قدامهم برفع المشاريع بنفسه ويتكلم في الموضوع ده بنفسه. فدي كانت حاجة جميلة جدا جدا بتدل على ان الناس كلها في شفافية لنقل الخبر بالنسبة ليهم، واننا ناخد الموضوع وناخد المعلومة من مصدرها زي وزارة التربية والتعليم عشان نبعد عن الإشاعات المغرضة وما إلى ذلك. طب هل من فضلك أستاذ محمد، هل الجدول اللي هو بتاع أيام استلام الأبحاث موجود في المدارس، موجود في الجرايد، موجود في التلفزيون؟ يعني الناس اللي في الأماكن النائية كيف تطمئن على أن المدة لم تنتهي لتسليم أبحاث أولادها؟ الجدول يا فندم بعد ان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، على جريدة الاهرام الجمهورية، تم ارساله بالفاكسات وبالتواصل الاجتماعي لمدراء المديريات، والجدول حاليا دلوقتي معلن في كل المدارس اللي موجودة سواء كانت في النجوع او كانت في الحضر وما الى ذلك. دلوقتي الجدول هيبقى مرتاح جدا جدا، ان الولد اللي هو كان المفروض يسلم النهاردة سنة ثالثة ابتدائي او اولى اعدادي وما راحش يسلم له يوم تاني ممكن يروح. ايوه، المتخلفين ليهم يوم تاني بالظبط. وفي يوم اخير للمتخلفين كلهم، علما بان عمليته ان هو يروح دي حاجه يعني عرضيه. المفروض ان الولد بيدخل من خلال المنصه اللي موجوده، والمنصه دي جميله جدا جدا، هي ملحمه التطوير زي ما قال معالي رئيس الجمهوريه، فخامه رئيس الجمهوريه ومعالي الوزير. اسمح لي يا استاذ محمد اسال حضرتك سؤال اخير، عن هل توجد شروط لقبول البحث، او هل يتبص عليه او يناقش وبعدين مثلا يتقال له صلح دي جود دي، ولا الموضوع خلاص بيتقبل كل بحث مقدم من الطالب يقبل؟ هو كل بحث مقدم حتى لو كان بالقلم الرصاص، كل ورقه بتدل على فكر الطالب بيقبل، وعندنا في القاهره بنقبلها سواء كان قدر ان هو يرفعها بي دي اف عن طريق المنصه او ان هو يقدمها في المدارس. اي ورقه بتدل على ان الطالب اجتهد هتتقبل بالنسبه. طب عندي يا استاذ محمد معلش سؤال يعني بايخ شويه، كيف يطمئن المدرس ان هذا البحث قام بعمله الطالب بنفسه مش مدرس الماده او حد اكبر في السن؟ ما ده دورنا احنا كوسائل اعلام، وسائل اعلام واولياء امور، ان الموضوع ان لازم يبقى فيه ثقه، لازم ادي الابن ثقه انه يعتمد على نفسه. وبالتالي لما جاء معالي الوزير وقال اشتغلوا من المنصات وابداوا الامتحانات يبقى في البيوت ويبقى فيه ثقه بالنسبه للولد، انا عايز اعلمه قيم ومبادئ كثيره هتساعده في مجال التعليم. فانا لما اعلم ابني واقول له لا انت اعمل انت البحث، ده اختبار برضه لولي الامر، يقعد ابني يقول له اعمل البحث والبحث هيتقبل منك مهما كان مستوى البحث، يبقى ده هنا غرزنا في الطالب القيم والمبادئ الموجوده. بشكر حضرتك استاذ محمد عبد التواب مدير عام الاداره العامه للتعليم العام والتجريبي بالقاهره، والحقيقه اجابه سيادتك عجبتني جدا، لانك تعول معنا على المستقبل، مش تعول على انه يتقال له لا انت غاشش، معلومات دي مش في سنك، دماغك ما تجيبش التفكير بالطريقه ديت، وايا كان الغش، الغشاش بيفشل ولو بعد حين. تمام؟ طيب تعالوا نروح لخبر عن القومي للمرأة. لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة دكتور سوزان قليني عضو المجلس وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلنت عن المؤشرات الأولية للأعمال الإعلامية المقدمة خلال النص الأول من شهر رمضان 2020، والتي قامت بها المجهودات دي قامت بها لجنة الرصد الإعلامي المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس. طيب
الصحة العالمية عن طريق الـ WHO منظمة الصحة العالمية ذكرت انه فيروس كورونا اللي اصاب هذا العدد انتقل عن طريق الخفافيش ويمكن ان ينتشر بين القطط. خبير الامراض الحيوانية اللي بتنتقل للانسان بيتر باين امبرك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة بلومبرج الاخبارية قال كورونا يأتي من مجموعة من الفيروسات اللي ولدت وانتشرت داخل الخفافيش، لكن مش من الواضح انه انهي حيوان هو اللي نقل الوباء المستجد. وقال انه وصل للانسان على الارجح عن طريق الاتصال بالحيوانات اللي تم تربيتها بغرض استخدامها في وجبات الطعام. يعني ايه حيوانات؟ قطط مثلا ولا ايه؟ الخفافيش دي حيوانات؟ على الرغم ان العلماء لم يحددوا ذلك حتى الان. طيب انا اعتقد ان احنا ممكن نكتفي بكده ونروح لفقرات الحوار لهذا اليوم من مساء الخير بعد الفاصل. على الرغم من تدني أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، إلا أن الشهية الشرائية من قبل المتعاملين شبه منحصرة منذ احتداد أزمة جائحة كورونا المستمرة حتى اليوم. ورغم أن التداول في البورصة المصرية يتم من بعد دون التوجه المنفذ إلى قاعة التداول بعد إغلاقها هذه الفترة تماشيا مع قرار الدولة لمنع التجمعات، إلا أنه من الواضح أن مخاوف انتشار وباء كورونا سيطرت على تعاملات فئات وجنسيات المتعاملين. فالمتعاملين الأفراد يقاس مرارة انخفاض أسعار أسهمهم بطريقة رهيبة، بما يشكل ضغطا نفسيا واقتصاديا على متعاملي الهامش، والذين يعتبر كل انخفاض في أسعار أسهمهم هو ارتفاع لنسبتهم، مما يستدعي تعديل مراكزهم وانتهاج سياسة بيعية. ويشير خبراء أسواق المال إلى أن أداء المؤسسات يبين الحالة البيعية والتي يغلب عليها في الفترة الحالية سلوك الأفراد، ويرجع ذلك من حالة عدم اليقين التي تسود السوق. على الرغم من خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة وإجراء العديد من الإجراءات التيسيرية، إلا أنه غير واضح نصيب البورصة من هذه التيسيرات الاقتصادية بعد أن أعلنت الدولة ضخ السيولة لدعم النشاط الاقتصادي في الدولة المصرية لمنعه من الركود، إلا أنه لم يظهر بشكل واضح نصيب البورصة من تلك الأموال. وعلى الرغم من تيسير هيئة الرقابة المالية شراء نسبة 10% للشركات من أسهمها كأسهم خزانة، إلا أن ذلك ساعد لفترة لحظية على احتفاظ الأسهم بأسعارها، ثم بعد انتهاء الشراء بدأت أسعار الأسهم في التراجع مرة أخرى. ورغم سعي المصارف المركزية حول العالم للحد من أثار أزمة وباء كورونا على الاقتصاد، إلا أن الأسواق المالية العالمية تشهد مزيدا من الخسارات الفادحة. رغم الانخفاض الملحوظ في بورصات العالم كله وطبعا بورصة مصر، إلا أنه لابد من إيجاد حل. وبالفعل تحرك مجلس الوزراء بالأمس لإصدار حزمة من المحفزات، كما يعني حالا قالت لي ضيفتي الكريمة هتقول لنا تفاصيلها النهاردة. بسعدنا يكون معانا السيدة رانيا يعقوب خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك يا أستاذ إيهاب. أستاذة رانيا، يعني إحنا دلوقتي هل المشكلة في البورصة في حد ذاتها ولا المشكلة في الاقتصاد كله؟ ويمكن كتير كنت دايما أسألك عن العلاقة ما بين ده وده، لدرجة ان احنا اول مرة لقاء كان على الهوا كنا بنتكلم في ايه، يعني ايه بورصة وايه اهميتها اصلا بالنسبة للمواطن البسيط. لكن النهاردة عايز أسألك في الاول عن الازمة في الاقتصاد كله ولا في البورصة بس.
بالطبع الأزمة في الاقتصاد، وخلينا نقول ان البورصة هي مراية للاقتصاد، وفي وقت كبير بتسبق تحركات الاقتصاد. بالزبط. يعني بتقرأ بعض الانحرافات، بعض البيانات، يمكن في بعض الاقتصاديات بتبقى محققة حالة من النمو كبيرة جدا، وتبتدي بعض البيانات تطلع، يبتدي المستثمرين والمتخصصين يبتدوا يخصموها ويبتدوا يتوقعوا ان هيحصل أزمة. ومن هنا يبتدوا يتعاملوا على الأسهم ويبتدوا يبيعوا، أو العكس صحيح، لو لما يبقى الاقتصاد من وجهة نظرنا إحنا لسه في مشاكل، يبتدي بعد بعض البيانات تطلع يبتدي يفسرها المستثمرين أو الخبراء، يقول لك لا الاقتصاد ده هيبتدي يعمل بومينج أو يبتدي يتحرك يعني بصورة بالضبط، فيبتدي تبقى في عمليات شراء. وبالطبع الامر ده مش بيبقى متاح للجميع، والا كان الجميع كسب ومحدش خسر في البورصات. ولكن ما حدث خلال ازمه كورونا، يعني هل الامر ده بيبقى متاح للشركات اللي بتستعين بشركات قراءه البيانات والتحليل؟ اغلب الشركات حاليا دلوقتي في قوانين بتقول ان لازم يبقى فيها اقسام للبحوث، سواء التحليل المالي او التحليل الفني، الى جانب طبعا ان كل محلل بيبقى له معطياته وبيبقى له نظرته، وده اللي الفوركاستنج او التنبؤ بالظبط كده، ودايما وده اللي بيفرق محلل من محلل. طب. في محلل بيبتدي يقرا الامور او البيانات بصوره مبكره، وزي مثلا بنوك الاستثمار العالمية خلال أزمة 2008 في بعض البنوك قرت ان في أزمة مقبلة وابتدت تدي نصايح لمستثمرينها، والبنوك دي معروفة بالاسم. وفي بعض البنوك لا، رفضت هذا الأمر، قالت مفيش أي أزمة، وهذه البنوك أفلست. يعني احنا قريب كان اقتصاد أمريكا كله بيمر بكارثة كبيرة اللي هي بتاعت البترول بتاع غرب تكساس، وبعدين لما بدأت البيانات بأن عندهم احتياطي زيادة على طول ارتفعت الأسهم ورجع لأرقام غير اللي كان فيها خالص. هو ما حدث في أمريكا في الأزمة الأخيرة هو تبعيات أزمة كورونا، انخفاض الطلب العالمي. خلي بال حضرتك ان اغلب المؤسسات الدولية في النص الثاني من 2019 ابتدت تطلع بيانات ان هما متخوفين ان يحصل تراجع في معدلات النمو، لسه ما كانش فيه كورونا، ما كانش فيه اي حاجة، ولكن كان في بيانات بتقول الكلام ده. ابتدينا نشوف انخفاضات متوالية كده خلال الفترة دي في اسعار البترول، الى ان جاءت أزمة كورونا، هذه الأزمة التي لم يضع لها احد اي سيناريو. محدش كان متوقع هذه الأزمة، ولغاية اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضرتك فيها دي لا أحد يستطيع أن يضع السيناريو ما هي تبعيات هذه الأزمة. إحنا لغاية دلوقتي الاقتصاديات في حالة من التذبذب العنيف، المستثمرين على مستوى العالم في أسواق الأسهم بيعيدوا تقييم الأسهم. في كلمة مهمة جدا جدا أتمنى أن إحنا نتكلم عنها النهاردة، لأن اكتشفت أن مستثمرين كتير قوي سواء جداد أو قدام ابتدوا يتكلموا، أسعار الأسهم بقت رخيصة، الأسهم بقت ببلاش. هل فعلا الجملة دي حقيقية؟ بالطبع لا. اتفضلي. الجملة دي مش حقيقية تماما. الأسعار بقت رخيصة لما أكون عندي تقييم عادل للسهم، ولاقي السعر السوقي اللي بيتداول عليه السهم في البورصة، بمعنى أصح السعر اللي بيتداول عليه السهم في البورصة أقل من القيمة العادلة، فأقول السهم ده نقطة. بالظبط. ولكن اللي القيمة العادلة دي بقى مهمة قوي، لأنها مرتبطة بهو هيجيب لي ايه؟ لا، الأصول والخصوم وتوقعات النمو والتدفقات المستقبلية. يعني أنا فرحتي اشتريه دلوقتي مثلا برخص التراب وهو أصلا القيمة العادلة بتاعته طمعناها. هل هو دلوقتي برخص التراب؟ ما دي بقى القصة. ليه الأجانب عمالين يبيعوا في البورصة المصرية؟ بيبيعوا في أغلب البورصات رغم المحفزات الرهيبة اللي عملتها البورصة. طب قبل ما أنقل على البورصة المصرية، أنا كنت لسه بتكلم على العالم وأمريكا، لأن ترامب قال النهاردة تصريح مهم قوي. قال العام القادم سيكون عام استثنائي، والربع الثالث من السنة دي هيكون طفرة، والربع اللي بعديه يكون زيه يكون يعني على الأقل أحسن بكتير من دلوقتي. طبعا كلنا نتمنى، بس خلينا يعني لا نغفل أن دونالد ترامب هو رجل أعمال. طبعا. بيتكلم من منطلق رجال الأعمال. فطبعا هو دايما كان الجوهرة بتاعة تصريحاته منذ أن تولى الرئاسة الأمريكية فرص العمل، فرص العمل البورصة الأمريكية. وكان دايما يقف ويتكلم عن البورصة الأمريكية، هي دي فخر الاقتصاد الأمريكي لأنها بتعكس السياسة الاقتصادية ومتانة الاقتصاد. طب. ولكن مؤخرا ابتدينا نلاحظ ان في بعض الانحرافات ما بين البيانات اللي بتطلع وما بين اداء البورصه، وده انعكس على تخوفات المستثمرين قبل ما يحصل اي ازمه. فدايما مش كل الكلام اللي بيتقال بيكون بيعكس اعلاميا. طبعا. يعني في بدايه الازمه مثلا الرئيس الامريكي كان بيروج لاحد الادويه ان هو ده الحل.
وفي الاخر اكتشفوا ان هذا الدواء ومسك ايد رئيس الشركه في المؤتمر الصحفي بالظبط واكتشفوا والFDA قالت ان احنا ما وافقناش على الدواء ده بعد ما هو عمل لا واثبتوا ان حالات الوفيات المتزايده نتيجه استخدام هذا الدواء بصوره عامه. احنا امتى الازمه دي هتنحصر؟ الكلام ده لو فعلا طلع فاكسين او لقاح دخل في مرحله مش بس اكتشافه دخل في مرحله الانتاج طبعًا. والتوزيع طبعًا. احنا لغايه دلوقتي تبعا لاخر ما يتم اعلانه في حوالي 80 لقاح بيتم تجربتهم بس هو خلاص الريميديسيفير ده هينتج بكميات كبيره في اول 7 لما نشوف بس النتائج نتمنى لان هم قالوا في نوعين يا اما لقاح يا اما دواء. طب خلينا عشان احنا معانا دكتور في الفقره الثانيه بالظبط واحنا بنحكي في كورونا بقالنا دلوقتي كتير قوي لا خلينا الجانب الاقتصادي. البورصه المصريه ايه حزمه المحفزات اللي حضرتك قلت لي عليها حالا قبل الهوا تفاصيلها ايه هتساعد قد ايه هل هيبقى في اقبال تاني على الشراء هنطلع احنا نفسنا نوسع دايما اقول لك حجم التداول تعيب قوي بورصه مصر تبقى بالاحجام الضئيله دي ده قبل ما تحصل كورونا بالظبط خلينا نقول ان كان عندنا قبل ما تحصل كورونا مشاكل تخص البورصه المصريه مشاكل داخليه زي اهمها مثلا كان ارتفاع تكلفه العمليات زي ما كانش في محفزات كنا عاملين نادي ان يبقى في محفزات ان الشركات تطرح اسهمها في البورصه فبالتالي يبقى في محفزات ضريبيه كان المفروض ان احنا نشيل ضرائب الارباح الراسماليه اللي كانت تعتبر البعبع اللي بيخوف المستثمر وكمان ضريبه الدمغه اللي كانت بتمثل عبء على تكلفه المعاملات منذ بدايه هذه الازمه اسوه بدول العالم سياده الرئيس بنفسه اهتم بهذا الامر اجل ضريبه الارباح الراسماليه تم تخفيض ضريبه الدمغه وتثبيتها عند رقم معين ابتدينا نشوف قامت الجهات الرقابيه وده اللي انا كنت بكلم حضرتك عليه قبل الهوا على طول بتخفيض او يعني ارسلوا دراسه الى مجلس الوزراء وقاموا بتخفيض مقابل العمليات اللي بتاخدها هذه الجهات سواء هيئه الرقابه الماليه او البورصه المصريه او مصر المقاصه او صندوق ضمان التسويات خفضوا كل ده. طب ايه بيفور اند افتر يعني عايز اعرف كانت النسبه قد ايه والتوقف تقريبا تم تخفيضها ما يقترب من 40%. ايوه يعني هي كانت قد ايه على العمليه حجم العمليه بتختلف من عمليه لعمليه لكن تقريباً. هي ممكن كانت تصل في بعض العمليات يعني مش بعض العمليات تصل احيانا لسبعة في الالف من تكلفه العمليه ممكن تبقى 3 في الالف دلوقتي مثلا حاجة تقريبا نزلوها ل 40% الفكره العامه ان مش هو ده السبب اللي هيطلع البورصه يمكن كلام سياده الرئيس وتوجيهاته بمبادره البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه مصري في البورصه المصريه ده كان امر هام جدا وكان ليه اثر ايجابي الرساله اللي ارسلها هي الاهم ان الدوله بتهتم بالبورصه المصريه ايوه والرسالة دي وصلت للمستثمرين وابتدينا نشوف ارتداد لمؤشرات البورصة بعد الهبوط العنيف. طب حجم التداول اليومي تقريبا كان قد ايه قبل الازمة ودلوقتي قد ايه؟ للأسف حجم التداول اليومي قبل الازمة كان ضعيف جدا لا يتعدى 400 متوسط 400 مليون, مليون جنيه بعد ما في وقت من الاوقات كنا وصلنا ل 2 مليار جنيه في الجلسة ولكن للأسف نتيجة يعني العوائق اللي احنا كنا بنتكلم عنها حاليا بعد هذه الأزمة بنشوف متوسطات من 600 ل 700 لأن أعلى من لأن المؤسسات المصرية برضو في بعض المؤسسات المصرية زي البنك الأهلي وبنك مصر أعلنوا إن هم هيضخوا 3 مليار جنيه في البورصة المصرية وده أمر هام جدا ورسائل طمأنة يمكن هدأت من مخاوف المستثمرين اللي عمالين يبيعوا من الخوف بقى في طرف مشتري. انت عارفة انه سبب اتهام ترامب للصين بان هي اللي عملت بتاع ده ايه الفيروس ده انه هو قالك انه لما حصل الموضوع بتاع ووهان الناس بقت بتبيع واكتشفوا بعد كده ان اللي اشترى كله الحكومة الصينية فقالك دي لعبة بقى عشان اقتصادهم يبقى قوي. بص هو الامر لا يخلو طبعا من نظريه المؤامره ويجب الا نستبعد ان في لا بكمل بس على فكره الاقتصاد الجانب الاقتصادي في الموضوع في الاقتصاد نظريه المؤامره بتمشي بالتوازي مع كل البيانات الاقتصاديه عشان ما نستبعدهاش ومفيش حاجه اسمها في قوه فعلا بتحرك الاقتصاديات الكبرى وفي ناس هتخرج كسبانه بعنف وفي ناس هتخرج بره خريطه الاقتصاد تماما اتوقع ان بعد هذه الازمه هيعاد توزيع القوى الاقتصاديه بدل ما هيبقى عندنا قوتين لا الامر هيبقى فيه قوة اقتصادية عظمى وفي حد هيدفع تشاينا بين قوسين بالظبط كده عشان ما نقعدش نقول فعلا هتدفع الازمة لان خلي بال حضرتك ان في اجماع عالمي في بعض الدول العالمية اتجهت الى ان احنا
عايزين يقيموا تحقيقات دلوقتي ويحملوا عقوبات بغض النظر. طيب هقول لك حاجه تانية مهمه، هل كل الشركات اللي بتطرح في البورصه بتطرح للتداول اللي احنا كمواطنين غلابه كده فاهمينه بتاع بيع يا رشدي ويا فندم علي وطب اشتري انا قاعد جنب التليفون فاكره انت كل الحاجات دي، هل كلها كده؟ في انا سمعت عن نوع امن او مغلق للتداول في البورصه، يعني مش كلها طالعه نازله كده ولا ايه؟ لا هو في نوعين من الطرح اسمه طرح اولي او طرح الخاص والطرح العام. الطرح الخاص ده بيطرح للمؤسسات وده بيبقى 95% من الشركة اللي بيتم طرحها او الجزء اللي هيتم طرحه للمؤسسات والافراد ذوي الملاءه المالية المرتفعة، و5% دلوقتي بس بيبقى للمتداولين. يبقى اذا ده بيقلل حجم انها تطلع قوي وتنزل قوي؟ لا مش بيقللها خالص، بس هي الفكرة العامة مين اللي بيبقى معاه الاسهم. في فرق، تبقى الاسهم مع مؤسسات وفي الغالب شركات عملاقه. بالظبط، المؤسسات دي بيبقى عندهم زي ما بيقولوا كده الوعي والدراسه، زي ما قلنا بقى والدراسات والتنبؤات فبالتالي لما بيتحركوا على الاسهم مش بيتحركوا بنفس العشوائيه والعنف اللي بيتحرك بيها الافراد اللي ممكن تضر السهم. بالظبط، يعني بعض الاسهم النهارده، وخليني اقول لحضرتك حتى في البورصات العالميه هبطت بعنف رغم ان هذه اسهم وشركات قويه، ولكن القوي ماليا اول ما المستثمرين كده جالهم حاله من الهدوء وابتدينا نشوف المؤسسات بتدخل تشتري، بنوك الاستثمار بتدي توصيه بالشراء، وابتدينا نشوف بعض هذه الاسهم ارتدت حوالي 30-40% من ساعه هبوطها. طيب الناس قاعده بتتفرج علينا دلوقتي عايزه تسال حضرتك وتقول لك اذا كان انتوا بتقولوا ان احنا كنا عمالين نفتح مشاريع ومشاريع كبيره بالفعل وكنا على وش ان احنا نفتح اخر السنه دي المتحف المصري الكبير والعاصمه الاداريه والانفاق بتاعه قناه السويس والحمد لله اتفتح معظمها، المشاريع دي كلها وتعمير شمال سيناء والحاجات الرائعه اللي بتحصل دي، الناس عايزه تسال حضرتك هي البورصه دي مش بتقولي ان هي يعني طليعه او كمان تعتبر فعل ورد فعل للاقتصاد؟ طب ايه بقى اللي خلاكي تقولي ان قبل كورونا كانت الدنيا متدنيه واحجام التداول ضعيفه؟ مدام مطلوب ايه من البلد اكتر من كده انها لان ما كانش فيه شركات قويه وعملاقه، ودلوقتي برضو هي نفس المشكله، احنا البورصة المصرية كان فيها شركات قوية وعملاقة وللأسف على مدار السنوات الماضية هذه الشركات تخرجت أو تم الاستحواذ عليها في عمليات استحواذ كبيرة، وبالتالي أصبح رأس المال السوقي ضعيف جدا ولا يمثل حوالي 12 أو 13% من الناتج الإجمالي المحلي، وده طبعا رقم هش جدا وضعيف. اللي هو الرقم رأس المال السوقي بالنسبه للناتج القومي الاجمالي هو الانتاج المحلي، فبالتالي احنا دلوقتي محتاجين ده بالنسبه للسهم. لا انا بتكلم على رأس المال السوقي للبورصه كلها. للبورصه كلها لا تمثل الا نسبه ضئيله جدا. وبالتالي احنا كنا بندعو عايزين حوافز ضريبيه، دايما كلمه حوافز للقطاع الخاص يعني حافز ضريبي. طبعا اللي هيطرح اسهمه جزء مش هيدي فلوس، بس هقول لك مش هاخد منك بالزبط. على الشغل بتاعك والامر ده كان موجود فعلا في البورصه، وده كان مخلي شركات كتيره وعملاقه طرحت اسهمها في البورصه، فبالتالي احنا كنا بندعو ما زلنا بندعو الى طروحات، ويمكن كنا منتظرين مجموعه من طروحات قطاع الاعمال العملاقه اللي تاخرت بصوره كبيره جدا على مدار السنوات الماضيه، كان هيكون ليها دور كبير جدا في جذب فئات جديده للمستثمرين، وده اللي احنا كنا بنعاني منه قبل ازمه كورونا. بالطبع ده مش الوقت المناسب حاليا، حتى لو ده اللي محتاجاه البورصه مش هو ده الوقت المناسب الطروحات تتم في هذا التوقيت، لان الطروحات عشان تنجح محتاجه توقيت مناسب، سعر طرح وترويج. النهارده هنلاقي اللي هي معناه ان شركات تابعه لقطاع الاعمال تطرح في البورصه، قطاع الاعمال او القطاع الخاص تمام تطرح في البورصه فتنعش البورصه. بالظبط، وفي نفس الوقت البورصه هتساعد هذه الشركات ان هي تمول عملياتها وتتوسع، المصانع المتوقفه اللي فيها بدل ما تاخد قروض من البنوك، لان حتى بعد خفض الفايده في البنوك ما زالت تكلفه الاقراض مرتفعه على القطاع الخاص اللي بيبحث عن ايه؟ تكلفة أقل عشان يحافظ على هوامش ربحية مرتفعة. صحيح، فتعتبر البورصة أحد أهم ممرات تمويل هذه الشركات. لا وكمان البنوك مضغوط عليها علشان السواد الأعظم من الناس اللي دخلها ضعيف إنها تحافظ على فوائد للشهادات عالية. دي بقى قصة تانية. يعني ال 14% اللي احنا شفناها دي تعتبر خارجة عن 14 وعندنا 15 كانت لمدة سنة و 14 لمدة سنتين دلوقتي، فطبعا ده بيعتبر ضغط كبير جدا على البنوك هتوظف الفلوس دي. طب البترول احنا عندنا
خبر يعني بالنسبة لمن لم يقرأوا التاريخ يعتبر كوميدي، اللي هو ان النهاردة الناس واقفة في الكويت طوابير ملهاش اخر، عشان من بكرة هيبتدي الاغلاق، واقفين طوابير عشان انابيب البوتاجاز، خدوا بالكم في الكويت. والامير طلع قال ان احنا عندنا ازمة علشان موضوع اسعار البترول النفط عموما يعني وكده. ده تأثيره ايه علينا؟ وهل غريب ان احنا نشوف دول كبيرة زي السعودية تقول ان احنا نتعرض لفترة صعبة، والكويت تقول ان احنا عندنا ازمة بسبب النفط؟ الامر ده كان متوقع على مدار السنوات الماضية، وكان في تقارير كتيرة جدا بتطالب الدول الخليج ان هي تنوع مصادر او ما تبقاش معتمدة على مصادر واحدة او قليلة في تمويلها او في ميزانياتها. للأسف وجود البترول والحروب الدائرة، الامارات الوحيدة اللي نفدت افتكر من ده، يمكن عشان بقت منطقة للإفتاءية وخدماتية، ولكن برضو هي تأثرت بعنف في ظل التوقف الحالي. فخلينا نقول برضو ان هي المصادر اللي استخدمتها ما هياش اعلى مصادر. احنا بنتكلم على النمط الصناعي والزراعي، يعني انت مصر اللي في عز هذه الازمة كنا بنصدر. فهي دي النقطة، فكرة ان اقتصاديات كبرى بتعتمد على مصدر واحد ده امر خطير للغايه، وكان في مؤسسات دوليه بتحذر من هذا الامر. يبقى اذا بقى لما كنا بنقول ان مصر متعدده موارد الاقتصاد، يبقى دي ميزه بالقطع، مش انها طبع. تركز بس في القطن، او تركز بس في الصناعه، او تركز بس في السينما اللي كانت بتجيب بعد القطن في الخمسينات. يعني تنوع ده بيخلي لو مصدر وقع ممكن نلحق نفسنا بسبب وجود المصادر. خلينا نبقى واقعيين، احنا النهارده السياحه اللي تعتبر احد اهم ايراداتنا متوقفه تماما، مش في مصر بس، على مستوى لكن العالم. مصر ما وقعتش. وفكره التعافي بتاعه قطاع السياحه دي هتاخد لها سنوات، لان عقبال ما الناس يرجع لها فكره ان هي تسافر تاني وتتحرك من مكان لمكان، دي هتاخد وقت في التعافي، هيأثر على قطاع السياحه وقطاع الطيران. طبعا لان ده حاجه اربيتر، اللي ما حدش هيجبر المواطن بقى انه يحجز في شركه سياحه. الازمه دي خليني اقول حضرتك ان هي هتنهي قطاعات وهنشوف قطاعات جديدة بتظهر على الساحة في نفس التخصص، يعني جوه السياحة مثلا تقصدي، ولا هيبقى في انواع كتيرة من السياحة؟ السياحة عن بعد، والسياحة عن طريق. بدأت وزارة السياحة تعمل الجولات الافتراضية. ما هو ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه، ان عندنا النهاردة في ظل هذه الازمة في قطاعات زي قطاع البيع اونلاين، زي قطاع التعليم عن بعد، زي قطاع المستلزمات الطبية، زي قطاعات ابتدت تحقق أرباح طائلة وقطاعات أخرى. هل هناك أفكار أخرى غير المحفزات الضريبية لإنقاذ البورصة المصرية، أو يعني زيادة تعافيها مش إنقاذها، لأن هي مش واقعة؟ تحرك الاقتصاد في ظل هذه الأزمة الحالية، الفكرة مش مشكلة بقى بورصة. قبل كده كنا بنقول لا، مشكلة بورصة، إحنا اقتصادنا كويس بس للأسف البورصة كان عندها مشاكلها. أيوة. النهاردة بقى بنعكس الآية، لازم نبقى واقعيين. الاقتصاد المصري بالظبط، الاقتصاد المصري هيتاثر، ولسه احنا بندرس تبعيات هذا التاثر. الحمد لله السنه الماليه اللي احنا فيها هنعدي فيها بمعدلات نمو مجديه، طبعا اقل من توقعاتنا كما اعلنت دكتوره هاله السعيد، ولكن السنه الماليه القادمه اكيد هيبقى فيها تاثر، والمؤسسات الدوليه حطت توقعاتها ما بين 2-3% معدلات نمو، وده طبعا كان بعيد عن توقعاتنا قبل الازمه. فده معناه ايه؟ انت عارفه ان مصر في رقم 6 من 18 دوله بس هتحقق نمو في 2020 بسبب ان اقتصادها كان متين، والحمد لله ان احنا ما تاثرش اقتصادنا. السنه الماليه دي المفروض بتخلص في شهر 6، هنبقى تاثرنا في الربع الاخير من السنه. لكن الثلاث ارباع ده احنا كنا بنتحرك. قصدك على ما يظهر التاثر ده؟ بالظبط، احنا هنتكلم بقى على السنه الماليه الجديده، هيبقى هنبقى متاثرين، ولكن احنا برضو هنظل من الدول اللي هتحقق معدلات نمو ايجابيه. اغلب دول العالم والاقتصاديات الكبرى، في بعض هذه الاقتصاديات في اوروبا هتحقق معدلات سالبه. طب قولي لي ايه القطاعات اللي ننصح الناس انها تستثمر فيها قراءه للي هيحصل بعد جائحه كورونا ما تنتهي؟ يعني كل اسالي حد رجل اعمال يقول لك حط فلوس في البنك، دي احسن حاجه خصوصا لما يبقى الرقم قليل. لكن هل انت تشجعي حاجه زي صناديق استثمار، صناديق بتشتغل في الكونستراكشن، في البنى، تشجعي؟ لا طبعا ما انصحش بالصناديق بتشتغل في العقار حاليا، لان في من قبل هذه الازمه كان متوقع ان احنا نشوف ازمه في قطاع العقار، وده كان واضح جدا في البيانات اللي كانت صادره. البيع معظمه بيع رفاهيات. بالظبط. الفلل والقرى السياحية والقصور. بالظبط، يمكن قبل هذه الأزمة كنا بنقول إن القطاع العقاري إحنا شايفين فيه بوادر ركود، وده كان أمر واضح. فبعد هذه الأزمة، هذه الأزمة أزمة مختلفة عن أي أزمة مر بها العالم.
الناس مش هتروح تحط فلوسها في بترول، في ذهب، في مش في عقار، لا، الناس دلوقتي بتحتفظ بالكاش. امتى الكاش ده هيدور على عائد؟ اول ما نبتدي نشوف اصدار او انتاج لقاح، فنفس البشريه تطمن على بقائها، فنبتدي نشوف هنا المستثمرين بيطلعوا اموالهم ويبتدوا يحطوها. في مجالات كتيره قوي هيتحط فيها الفلوس دي، وانا اتوقع علاقتها بالقطاعات اللي انت رشحتي انها جايه. انا من وجهه نظري ان هيبقى عندنا قطاعات زي القطاع التعليمي، هيبقى قطاع جاذب جدا. عندنا هيبقى فيه قطاعات طبعا، قطاع الاتصالات يعني، اللي هو ان حد يشتري يعني يعمل مدرسه مثلا ويسلمها للدوله، في لا مش يسلمها للدوله، في شركات او جامعات ومدارس ومجمعات من المتوقع ان هي تبتدي تطرح اسهمها في البورصه. أيه. ده احنا بنتكلم عليه. في عندنا قطاع الاتصالات من القطاعات الواعده جدا، وفي ظل هذه الازمه من القطاعات اللي استفادت من هذه الازمه استخدام الانترنت طبعا، عشان نبقى واقعيين، واستخدام الهواتف. فهذا القطاع من القطاعات اللي هتكون إيجابية. أتوقع أن احنا خلال الفترة القادمة قطاع مستلزمات الطبية. أيوة. هل الدواء بيقولوا لي في ودني، هل الدواء اللي الدولة بتشجع إنتاج الشركات المصرية وكده، هل ممكن يكون من القطاعات الواعدة في الفترة اللي جاية، ولا احنا مش أي العلمي دايما عندنا؟ لا دايما نخليها بس نبقى واقعيين. شركات الأدوية أصلا سيولتها قليلة جدا في البورصة، ولكن برضو مش أي شركات أدوية عشان نبقى واقعين اشجع الناس ان هي تدخلها. الشركات اللي عندها بديل مثلا لدواء ضغط مثلا مستورد، لدواء سكر مستورد، دواء انفلونزا مستورد مثلا، الشركات دي هي اللي ممكن تحقق طفره. ولكن مش اي شركه ادويه. في شركات الادويه عامه مش بتتحرك بصوره سريعه، والعائد منها مش هيوازي العائد لو حط المستثمر فلوسه في البنك. فكره ان انا احط فلوسي في صناديق استثمار في الوقت الحالي هي كاني حطيتها في البورصه. انا مش شايفه ان ده انسب وقت. انا اعتقد ان بعد نتائج ما يتم اعلان نتائج الربع الثاني من هذا العام، حاجه يكتم عليها في شهر 6 او 7 القادم بالظبط، كده البنك ياخد ارباح لو كده من غير شهادات ولا هي حاجة. الفكره دي طبعا ناس كتيره هتقول ازاي حد بيشتغل في البورصه، بس هي فكره لازم ابقى امينه في هذا الطرح طبعا. خليني اقول لحضرتك برضو من القطاعات المهمه اللي هنشوفها الفتره الجايه، ويجب ان احنا نتذكر الكلمه دي، العملات الرقميه. اتوقع ان كنت عايز اكلمك عليها، بس كنت هقول لك انه انت بتشجعي، بتقولي ان الحاجات بتاعه الانترنت طورت والشراء عن بعد وكده، الحاجات اللي زي البيتكوين وكده رغم انها عماله تعلى. خليني افرق هنا، البيتكوين مش امن استثمار رغم صعوده حاليا، لان هو مش مدعوم او ملهوش غطاء نقدي بيدعمه. لكن انا بقول لحضرتك ان البنوك المركزيه قادمه بلا محاله الى التداول بالعملات الالكترونيه، لانها زي البيتكوين اللي هي العملات الالكترونيه، بس دي هتبقى البنوك المركزيه هي اللي هتطلقها، لان هيبقى ليها غطاء نقدي يدعمها. اتوقع ان دي ثوره جديده قادمه في يعني العالم. يعني البنك المركزي يطلع حاجه يقول دي العمله الالكترونيه بتاعتي، دي العملة الإلكترونية المصرية، ويبقى تمنها كذا يا فندم. بالشركات الكبرى زي أبل وفيسبوك ابتدت تعلن إن هي هتحقق هذا الأمر. هيبقى في عملات رقمية وهي عندها بيانات بتدعمها. طب هو ده يفرق إيه عن العملات العادية اللي أنا بحطها كتير قوي في البنك؟ يفرق كتير قوي. أولا العملة الرقمية دي افتراضية بالظبط، بيتم تداولها في اي حته على مستوى العالم، سرعه نقل النقود، تكلفه اقل بصوره كبيره جدا من تداول او تحويلات النقود نفسها اللي هي الماديه بالظبط كده. يمكن هو ده الطفره الجديده اللي العالم هيبتدي يتحرك عليها، فيجب ان مصر دلوقتي هتبقى بتتحرك في نفس الاطار ده. ويمكن ابتدينا نسمع عن البنك المركزي احتمال ان احنا الفتره الجايه نشوف تعديلات كتيره في العمله، وده امر هام جدا يجب الا نغفله، وليه تاثير ايجابي بصوره كبيره على الاقتصاد المصري. طيب انت كان ليكي تصريح مره قلتي انه لو اصيب الاقتصاد الامريكي بالانفلونزا اصيب الاقتصاد العالمي بالالتهاب الرئوي. ده حقيقي. هل ما زال ده التصريح ده ابليكابل وقابل للتطبيق، رغم ان كنا بنتكلم عن الصين وان هي اللي قادمه وهيبقى جنبها حاجات اصغر؟ بس كان في خلاف ما بين فريقين من المحللين والخبراء ان مين الاقتصاد الاكبر، هل هو الصين او امريكا. ولكن بعد هذه الازمه مما لا شك فيه خلاص ما بقوش فريقين. بالظبط، هي في الغالب الاقتصاد الامريكي من اقوى الاقتصاديات على مستوى العالم لعده عوامل، بقى يمكن محتاجه 3-4 حلقات عشان نشرحها. ولكن بصوره عامه ما تضعه النهارده امريكا من محفزات بالتريليونات في اقتصادها، هي تعلم جيدا كيف
يعني هتعيد هذه الاموال مره اخرى. طب والمحفزات دي اللي هي انه يبقى في اعانه بطاله، اللي هي انه يبقى في فلوس بتضخ لشركات القطاع الخاص عشان يبقى خسائرها مش كبيره، عشان تحافظ على العماله بتاعتها بنفس المرتب، هي دي المحفزات؟ المحفزات أو تعديل اعاده دراي. تقييم اعاده تقييم وشراء الاصول، فكرة ان هي بتسند اقتصادها، اعادة تقييم عشان الوصول للقيمة السوقية الحقيقية للسهم. خلي بال حضرتك ان احنا هنتكلم برضو النهاردة زي شركات زي عملاقة زي ابل زي مايكروسوفت. هذه الشركات النهاردة عندها الامكانية والتقنيات ان هي تساعد في حل ازمة كورونا، بتضع ماتريكس كده وبيانات معينة لمعدل انتشار، المعدل الانتشار وامتى هتنحصر، وفي بعض البيانات يعني هذه الشركات النهاردة الانخفاض اللي حصل في اصولها نتيجه انخفاض المبيعات ولكن هي عندها التكنولوجيا الكافيه ان هي تلحق تعوض ده خلال الفتره القادمه، بان هي هتقدر ان هي تشارك في حل هذه الازمه. ما اعتقدش ان في اقتصاد قادر يعمل ده. هل الشركات العابره للقارات اللي زي مايكروسوفت وجوجل والحاجات الفظيعه الجباره دي، هل نحلم انه يتنقل لنا النو هاو ده وندخل بالاقتصاد بتاعنا في منطقة زي دي، خصوصا ان احنا عندنا ولادنا واخواتنا متقدمين ومتطورين قوي في الجوائز اللي بيحصلوا عليها فرادة؟ لا يا فندم، في ابداع شيء. وغير كده احنا ولادنا لما بيسافروا بره بيطوروا في مختبرات هذه الشركات وبيحصلوا على يعني بيشار اليهم على طول بالظبط ان دول مصريين. طيب واحنا موجودين في كل حته في العالم، يعني دي حاجه ازمه. هل احنا الدوله نظامها مش بيتيح لدول ان 3-4 منهم يعملوا شركه ويخشوا ينافسوا؟ عارف ما يحدث في مصر خلال الفتره الاخيره بيخلي كل المصريين النهارده مجتمعين ان ما يحدث في مصر هو امر غريب جدا. كل حاجه بتتغير. كل الفكر القديم ان في بيروقراطيه وفي خلينا نشوف الامور بتصير بصوره مختلفه، ويمكن ده يجي الافضل طبعا. بالطبع خليني اقول لحضرتك ان مشروعات البنيه التحتيه اللي بتتم حتى الان، احنا بنتفاجئ من اسبوع لاسبوع في كوبري جديد، في نفق جديد. حتى الان مصر البلد يمكن الوحيده اللي شغاله على مشروعات قوميه عملاقه وبتفتتحها. صحيح. السادة الرئيس من اسبوع لاسبوع بيروح يفتتح مشروعات قومية. موضوع العشوائيات ده مفيش بلد في العالم بتعمل المناطق بالاسكان اللي فيه رفاهية ده للناس الغلابة دول. لا هو الناس البسيطة في مصر كانوا متوقعين ان مفيش خطة احنا بنتحرك عليها، ولكن اللي حصل خلال الازمات الاخيرة سواء ازمة السيول او ازمة كورونا اثبت ان مصر يمكن سبقت دول اوروبيه ودول عالميه في ان هي تاخد اجراءات وقائيه وان هي بتتحرك بوعي شديد جدا. اخر سؤال، ليه المصريين، احنا لسه عندنا 3 دقايق، ليه المصريين مش مصدقين ان رئيسهم وحكومتهم ومستشارينهم بجد جايين ميراث قديم؟ ميراث قديم. للاسف احنا كنا عايشين في فتره ما كنا متوقع او كنا فاهمين ان احنا في عندنا مثلا بنيه تحتيه وفي عندنا، للاسف جينا فتره اكتشفنا ان ده مش حقيقي. ولكن ما يحدث الان هو اعاده ثقه، شهاده ميلاد جديده تكتب لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والوزراء والمحافظين اللي احنا شفناهم النهارده على قدر كبير من المسؤوليه. مفيش مسؤول النهارده يقدر يقعد على مكتبه ويتهاون، لان في رقابه كبيره جدا، الشعب حاسس بهذا الامر. كنت كتير بتتكلمي عن تشريعات الاستثمار ودرسنا مع بعض بعد مؤتمرات الاستثمار اللي اتقال فيها ارقام وفنجرة البق اللي حصلت دي، وانتي قلتي لي على الهواء اكتر من مرة تعالى شوف ايه من ده تم متابعته وتحول الى تشريع وفعلا كسبناه. يعني كان بالضبط. طب ايه دلوقتي الموقف ايه؟ والله الموقف هنا في الكام سنه الاخيره بصوره سريعه جدا، انا شايفه مصر بتتجه بقى ان انا بندعو استثمار وكل حاجه، بس انا بعمل لك البنيه التحتيه، انا شغال بحيث ان انت لما تيجي تقيم انت عايز تحط استثمارك فين، هتحط مصر على القايمه. وده اللي حصل السنه ونص الاخيره بعد كميه الاصلاحات الرهيبه اللي حصلت في مصر، سواء في البنيه التحتيه، محطات الطاقه، الطرق، محاربه الفساد. مصر تقدمت مراكز عديده جدا في عده تقييمات عالميه، شهادات دوليه من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه. كل ده النهارده بيخلي المستثمرين لما بيعيدوا تقييم استثماراتهم وهنحط فين بعد الازمه ومين الدول اللي هتبقى اكبر فرص لينا، هي مصر.
فالفكره العامه ان مصر دلوقتي بتتحرك بخطه مختلفه تماما. انا مش بقعد مع الناس بقول لهم انتوا عايزين ايه؟ ده انا بقول لهم تعالوا اشتغلوا في اللي انا عايزه عشان جوه استراتيجيه كبيره. بالظبط، انا عامل عندي، انا عارف انا حاطط ايه وبتحرك ازاي. اجنده الاستثمار بتاعتي اقليم قناه السويس وتنميه هذا المحور الهام. هكلمك عن الموضوع ده. تفتكري الانفاق دي معجزه مش دي يعني نقله حضاريه سينا اللي قعدت الاف السنين صداع في كبوابه شرقيه ومطمع مصر، دايما اي حد يطمع في البلد دي يخش. لا هو في كلمه بس صغيره قالها سياده الرئيس مؤخرا في وهو بيفتتح الانفاق، ان كنا بنقول في بؤر للارهاب، تنميه سينا هو الحل النهائي لبؤر الارهاب. لا انسي الموضوع ده، لان الموضوع ده انا عايزه تكلميني عن ما هو بعد. اكيد اللي هيبقى عنده بيت وهيبقى عنده مجتمع، عارف لما كنا بنتكلم على دبي والامارات، عارف لما ايوه هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه. هيمثل، هيحط مصر فين على خريطه الاستثمار؟ دبي والامارات كانت ايه وبقت ايه النهارده؟ هو دي محور اقليم قناه السويس، هتبقى منطقه لوجستيه، هتبقى منطقه صناعات، هتجذب مليارات وهتجذب استثمارات عالميه، هيعاد تقييم الاقتصاد المصري كله. عمل رهيبه الارقام الملايين يعني. هيعاد تقييم الاقتصاد المصري كله، بيتم اعداد البنيه التحتيه، ما حدش بيسال مين جاي ومين مش جاي. لا احنا بنتحرك وعارفين احنا عايزين ايه، بنعمل الانفاق بتاعتنا بنعملها لاولادنا عشان يعيشوا محطات كويس، محطات طاقه عظمى عشان توفر طاقه. احنا النهارده مش واقفين مستنيين مشكله ما تتحل او ما فيش، لا 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 لا، احنا بنتحرك في اتجاه تاني. وده على فكره اللي احنا بنسمعه من مديري صناديق عالميين، مصر قصه جيده وهنسوق لها في وقتها. طب اخر سؤال اللي دايما اساله لك واجابته مش طويله، امتى انا كمواطن ابتدي عايز اقول كان عندهم حق في الافتتاحات والمدن الكبيره والمتاحف؟ لا لا لا، السؤال ده ما ينفعش نساله، لان المواطن قال ده الشهرين اللي فاتوا. انه حس النهارده. طبعا حضرتك النهارده انت تقدر تعمل تقرير وتنزل الشارع وتسمع بقى من المواطن. فاكر السؤال ده كنت بتساله لي، امتى المواطن هيحس؟ المواطن ما حسش والاقتصاد طالع، بالعكس حس بيه في الازمه. ايوه حس ان الدوله واقفه. كان متوقع انه نشكرك يا رب لانه لم يصبنا ما توقعناه. بالظبط. لا النهارده الاقتصاد ماشي، النهارده الدوله بتحاول تحافظ على العماله اليوميه، الدوله بتعاقب اي حد في القطاع الخاص بتقول له انت مش هتاخد اي حوافز مش هديها لك. فالنهارده لا، المواطن مدرك الدوله بتتحرك ازاي. بشكرك جدا، نورتيني. الف شكر لحضرتك. ميرسي جزيل الشكر للاستاذه رانيا يعقوب خبير اسواق المال. فاصل قصير ويكون معانا ضيف اخر نتحدث بقى عن كورونا. اتفضل. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في مساء الخير، حيث يشرفني دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيادله مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ هاني. دكتور محفوظ، يعني الحديث عن اسعار الدواء، انا كنت بقول في فقره الاخبار انه حتى الادويه المهربه اللي بتتباع في الصيدليات علنا والناس مش عارفه ان هي مش مفروض استيرادها، لما الدوله بصت وركزت ورقبت الكمامات والأدوية والكحول وال 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 وال، بدأت حتى هذه الأدوية تبقى رخيصة، لدرجة ان في دواء للبرد معروف من غير ما نقول اسمه كان عدى 130 جنيه نزل لأقل من 90 جنيه، وهو دواء مش ما يعتبرش مرقب او مسعر من الدولة. فعايز ابتدي معاك من هنا، الرقابة على الأدوية في مصر، أنا رأيي إن ده أخطر من إننا نصنع وإن مين اللي واقف في الصيدلية ومين. اتفضل. أولاً برحب بيك يا باشمهندس إيهاب، ودايماً وأبداً يعني بتلمس كبد الحقيقة في كل مشكلة. لكن أنا هبدأ بحضرتك في القصة بتاعت الاتهام موجه للصيادلة بشكل عام، كان منظمات كتير مؤسسات كتير في الدولة. جاء قرار 17/2020 الخاص الصادر لمجلس الوزراء. القرار ده ليه؟ القرار ده عمل تسعيرة استرشادية للمستلزمات الطبية للجوانتيات، للكحول الكحول سواء سولوشن او جل والكمامات او جل والكمامات. تمام. والقرار ده رغم ان في ناس كتير اعتبرت ان هو بيتهم، لا بالعكس انا بعتبره صك براءة للصيادلة من الاتهام المزيف من السوشيال ميديا ومن الاعلام ان هم رافعين اسعار الحاجات. المشكلة دي ليه؟ لان هو قبل ما يصدر قرار عمل حملات تموينيه وتفتيش من التموين
الرقابة الإدارية قبل لا قرار لا انا قصدي قرار 17/2020 ده لسه ما فيش 15 يوم. تمام. قرار 17/2020 صدر بعد امتى بقى؟ بعد ما عمل حملات من التموين والرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك على الصيدليات حملات مكثفة على 27 محافظة، وثبت بالدليل القاطع ان الصيادلة ابرياء براءة الذئب من دم ابن يعقوب في مسألة رفع اسعار المستلزمات الطبية. مسألة بقى الادوية، فالدواء مسعر سعر جبري، الصيدلة ملوش علاقة بيه، لا يخضع العرض والطلب، لكن الكحول المطهرات والمستلزمات الطبية بتيجي للصيدلية بمبلغ معين، بيتم وضع هامش ربح عليها بسيط جدا وبيباع للجمهور. لو الشركه المنتجه والموزعه جابرته للصيدلي غالي، فالصيدلي بيطلب عليه غالي، رغم ان في صيدليات كتير احجمت عن التعامل في القصه كلها وما وفرتش اي شيء من المستلزمات عشان خاطر تنقى بنفسها عن الاشتراك في هذه الجريمه. لكن في مدرسه ثانيه من الصيادله، لو المدرستين صح، في مدرسه يقول لك لا انا هوفر حتى لو غالي، هوفر وهيبقى هامش ربح حتى لو جبته ما كسبتش فيه، بس هوفر للمريض حاجه تقيه انه ممكن يصاب بكورونا في فتره من الفترات. مسألة الدواء بقى ان هو ادويه برد مهربه، الدواء المهرب بشكل عام هو مش مسعر لان هو ملوش تسعيره محدده، فبالتالي بيخضع للعرض والطلب، بل بالعكس اعتقد الادويه المهربه كان الجلب ليها من بره قل، لان مفيش طيران، حضرتك عارف ان الحركه واقفه، فانا عنده حاجه وقفت. لكن القصه كلها في ايه بقى؟ اولويات الناس اختلفت. الناس دلوقتي بدات تبص، حتى يعني تبص على حاجه ان هو عايز يحمي نفسه من كورونا. طب اسمح لي، الدواء المهرب مش مسعر، حضرتك كده يعني قننت التهريب. لا خالص. امال ايه؟ لا حضرتك بتقول انه الدواء المهرب انا ابيعه في الصيدليه بالثمن اللي انا عايزه. لا بالعكس، اكمل الجمله عشان لما ننقدها نعرف ايه التهمه وايه المناقض. الدواء طالما مهرب يبقى اذا ملوش تسعيره ابيعه زي ما انا عايز. لا لا لا، بص 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 يا باشمهندس، اتفضل. الدواء المهرب 5% بيباع عن طريق الصيدليات منه، والصيدليات معروفه وكبيره وعلى ببساطه شديده جدا على عينك يا تاجر. لكن كميه كبيره جدا من الدواء المهرب الجاي من بره بيتباع عن طريق كذا اتجاه، ولازم نقولهم للناس. رقم واحد السوشيال ميديا. تلاقي واحد تاجر شنطه بيعمل صفحه على الفيسبوك يقول انا عندي الدواء الفلاني ده، والناس تتصل بيه ويقابل المريض في اي حته. رقم اثنين العيادات. المستشفيات، مراكز المركز مركز المراكز الصحيه الخاصه. المراكز الجيم. طب هل انا كدولة لما يكون عندي بديل، يعني الدواء بعينه اللي انا هقوله لحضرتك بعد ما نخلص الهواء، انا عندي بديل مصري، هل انا في ظل وجود بديل مصري انا بنتجه مصانع؟ طب ما هو دول برضه رجال اعمال ومستثمرين وبينتجوا وعايزين يبيعوا. مظبوط. يعني انا بنتجه كمصر، مش معنى كده ان الحكومه اللي بتعمله. مظبوط. برضه انا سايب المهرب ده شغال في الاماكن اللي حضرتك بتقولها دي. بص بص يا باشا، بص يا باشا، القصه كلها في الرقابه. حضرتك المنوط بيه يراقب على العيادات والمستشفيات جهه اسمها العلاج الحر. العلاج الحر ما بتتحركش. دي في الوزاره دي. طبعا ما بتتحركش. ما بتتحركش. لكن التفتيش الصيدلي هو اللي بيراقب على المؤسسات الصيدليه. التفتيش الصيدلي منتشر في كل المراكز على مستوى الجمهوريه. يعني حضرتك جيش. حضرتك جيش. دلوقتي بضمير صالح لا مش يعني عايز اقول انا ضميري مستريح، الصيادله بالنسبه كبيره. ايوه يعني الصيدليات في مصر لا هوامش ربحها بسيطه ومعقوله جدا جدا. طيب تمام. لكن القصه في ايه بقى؟ حضرتك بتجيب دواء مهرب. وبيجي عن طريق جهات معينه، عن طريق المنافذ الدوله. منافذ الدخول. ما تراقب المنافذ دي بالظبط. راقب واستخدم تراك اند تريس اتكلمنا وحضرتك فيه قبل كده. التتبع الدواء، وفي اجهزه بتكشف اذا كان في دواء داخل، زي ما حصل في القضيه بتاع المحامي المصري اللي كان في السعوديه اللي اتمسك بالاقراص المهدئه. طبعا اللي بيجيب بغرض الاتجار بيجيب كميات كبيره. لا عايز اقول لك على مفاجاه. الادويه المهربه في الاوقات العاديه ما بتنقصش، دي الغريبه. ما بتنقصش. لكن الدواء المرخص سعره رسم على الرف بينقص، ودي المعادله الصعبه يا باشمهندس ايهاب. القصه في ايه بقى؟ حضرتك بتجيب دواء مهرب، في عندي مشكلتين. عندي دواء مهرب عشان ملوش مثيل في مصر. فبتلقى عصابات او بتلقى مؤسسات، مش تبع الدوله، مؤسسات خاصه كده بتجلب هذه المستحضرات من الخارج. انا كدوله ايه دوري غير ان انا اراقب
اسهل تسجيل المثيل لهذه المستحضرات. طبعا عشان الناس تقول لك ده ارخص وده زي ده يبقى خلاص. المشكله في ايه بقى بالذات في اوديه الحاجات الانكولوجي الاورام؟ المؤسسات دي يعني زي ايه؟ بص يعني ايه اللي ممكن الشخص، انا مثلا واحد من الناس لما باجي مسافر لو جبت مكملات غذائيه مثلا من امريكا معايا بتتباع سوبر ماركت عادي اكتر من ما هي بتتباع في سوبر ماركت، بس انا وانا داخل هنا واول ما عارف انك جاي من امريكا اقول لك معاك كذا ومعروف يعني. لكن اللي بيجيب بغرض الاتجار ده ايه يعني؟ طيب ايه مسموح له يدخل كميات لا ازاي؟ تهريب يا فندم، تهريب عن طريق طبعا كونتينرز. كونتينر بتيجي من بره مكتوب عليه مستلزمات انتاجه، معاه بطاقه استيراديه ومعاه افراج جمركي وعنده مستخلص بخلق الموجود في الورق غير الكونتنت الموجوده في الكونتينر خالص مختلفه نهائي. ومحدش بيخش بقى يشوف يا باشمهندس محدش عارف مع كميات دي دخلت ازاي؟ ما دخلت ازاي؟ تهريب. طيب خليني اتكلم معاك عن حاجه تانية شفناها في التقرير، وهي ان مصر مش بتنتج اي ماده فعاله من الادويه بتاعتها وبتستورد معظمها من الصين او من الهند. درجه نسبه يعني صحه الكلام ده ايه وليه؟ هو طبعا بنسبه 95% من مدخلات الانتاج عندنا الفعاله وغير فعاله مستورده. 95%؟ 95% من اول الكرتون، من اول الحبر الطباعه والورق. يا خبر ابيض. لغايه المواد الفعاله وغير فعاله اللي فيه. وبنسبه كبيره جدا من الهند والصين. هل احنا يعني هل ده صعب للدرجات دي؟ لا مش صعب. لا بص ما دي القصه السؤال. قصه البحث العلمي والنو هاو، وزي انك تملك معلومه واللي يملك معلومه حاليا في ظل كورونا بيسوى ملايين. يعني القصه كلها ان احنا بنعمل سيستم معينه. طبعا شركه النصر اللي انشئت في ايام الرئيس جمال عبد الناصر كان اساس انشائها المواد الخام وانتجت كذا ماده. نصر الادويه. نصر الادويه طبعا موجوده في ابو زعبل، في ابو زعبل. انتجت الايبوبروفين ماده خام، والميتفورمين بتاع السكر، والباراستامول. الله دي وبتنتج وبتصدر على فكره، وما زالت بتنتج طبعا. بس هل نفس هذه الادويه بنشتري بنقبل على بدائل؟ طبعا يعني ممكن تلقى باراستامول شركه نصر بتنتجه، وتلقى شركه ثانيه مصري اسم علمي. الباراستامول ده اسم علمي تجاري. لا اسم علمي. وتلقى شركه ثانيه مصري بتستورد نفس الماده من بره. وده على فكره وده عايز قرارات وزاريه. يعني الصين عملت فيها يا باشمهندس في مره قالت لك ان في البدايه خالص اي دوله اي ماده انا بنتجها ممنوع استيرادها من بره. طبعا زي السلاح. فانت المفروض تعمل كده. الموضوع محتاج ريجوليشنز، محتاج تنظيم معين. الفكره كلها انك محتاج تاخد جزء من الميزانيه الخاصه بالدوله وتوجهها توجيه مباشر بحث العلمي. الكورونا انتج وافرز مشاكل كتير، وبدأ يكشف حقائق كتيرة جدا، وبدأ يعري مشاكل كتيرة جدا، وكنا بنحاول في كل القطاعات في العالم كله. طبعا بس في مصر اكتر. ليه؟ انا رأيي ان احنا كل يوم، حضرتك عارف يا استاذ وائل، حتى معلش مع احترام كل الناس، عندنا اكاديمية البحث العلمي وعندنا بحث علمي على الورق كويس قوي، لكن انا كل يوم قاعد في مصر سواء طبيب او صيدلي او بيتسول معلومة على النت واصلة من شركة كذا والمكتب العلمي الفلان يوميا. احنا فين من العالم؟ احنا مش موجودين. احنا شاطرين قوي في الكلام. طب مش حياتك رئيس لجنه تصنيع الدواء؟ احنا كنقابه. احنا كنقابه. دي فرصه اسالك. اتفضل. انت عايز تدافع قبل لا خالص. انت اديتني احساس ان انا بتهمك مش بس. لا يعني دلوقتي انت رئيس لجنه تصنيع الدواء في نقابه صيادله مصر القاهره، وبعد لو كان النقابه لو كنا قبل الحراسه كانت هتبقى مصر يعني. طيب. الحمد لله يعني. طيب يعني دلوقتي انتوا اللي المفروض تتقدموا بمقترحات للبحث العلمي، انتوا اللي تقولوا احنا عندنا جهه بحثيه اهو، انتوا اللي ترعوا مصنع علشان ترقوا من هذه الصناعه الدوائيه ولا ايه؟ النقابه يا باشمهندس هاب جهه مش صاحبه قرار، لكنها بترصد بعض الامور لانها قاريه الشرع كويس وانعكاس للشرع الدوائي والشرع الصيدلي في مصر بشكل عام. لكن طيب استوب دي النصائح لصانع القرار. على فكره احنا بعتنا، احنا اول، انا كنقابه القاهره كنا اول نقابه واول حد اتكلم من 2016، وانا شخصيا بعتنا مع نقابه القاهره على موضوع التتبع الدوائي. واول نقابه بعتت حتى اعمل تتبع دوائي يدوي.
لو في دواء ناقص بينتجه مصنع وحد بيستورده قول لي راح فين يدوي، مش لازم تجيب الجهاز وابلكيشن، ومحتاج شبكه عن كابوتينيا من الانترنت على مستوى الجمهوريه كان صعب تنفيذها في الوقت ده. احنا بنقول ايه حضرتك؟ لو كان في 2002 كان لجنه السياسات موجوده في حد كان لجنه الحزب الوطني عاملين لجنه اسمها لجنه السياسات الدوائيه، كان اتكلموا في مقترح جميل قوي، وكان اختاروا البنك الاهلي المصري ان هو يحصل تبرع نسبه من المبيعات الدوائيه في مصر على مستوى الجمهورية وتوجه ناحية البنك الاهلي وتعمل حساب باسم البحث العلمي الدوائي فقط. وللاسف عملوا اجتماعات والحكايه بتتحط على ورق كويس قوي لكن ما فيش تفعيل. قصة ان انا كان يعتبر لا القصة دي ليها كمالة ما كملوش. الدستور الاخراني بتاعنا الزم الدولة بصرف نسبة من الموازنة العامة للدولة اكبر بكتير من اللي كانت بتصرف على البحث العلمي. توجيه ازاي يا باشمهندس؟ دي التوجيه المهم. اتفضل. توجيه المهم، انا عندي اقول لحضرتك على مفاجاه. اه ريمديسفير الناس كلمت عليها شركه جلياد وامريكا مصممه. شوف وانا بقول لهو قدامك على الهواء يا استاذ وائل، افتكر كلامي يا استاذ باشمهندس ايهاب. نقطه مهمه جدا ان امريكا مصممه العلاج بتاع كورونا يطلع من امريكا. طبعا ويطلع من المعامل ومعامل امريكا وشركه جلياد، وعلى طول بتضغط عليه الصيني والدواء الياباني، بتضغط عليه في دي غير الدواء الياباني. حتى ريمديسفير هو يعني حتى لما طلع هو عمل ايه؟ الدواء الجديد قلل الفترة بتاعت الناس الحالات الخطرة من 15 يوم ل 10 ايام و 11 يوم. والفترة ديت لما قللها فخلى نسبة الوفيات تقل بحوالي 30%. كويس. طبعا عندي بحث تاني على مستحضر اسمه ايفيرميكتين. وده للجرب موجود، وموجود في مصر على الرف، وموجود في العالم كله. في بحث معمول في استراليا عليه ان هو قلل النسبة ديت بنسبة أكبر من 66% من نسبة الوفيات. وحوالي اللي هيصنع اسطول التصنيع عندنا في مصر والضغط على السياسي على اللي بتعمله امريكا. طب اقول لك على مفاجاه، موضوع الايفيرميكتين اللي بقول لحضرتك عليه دوت، اللي عامل الجرعه بتاعته المناسبه للفيروسات صيدلي مصري. طب هل حضرتك كرئيس للجنه التصنيع الدواء بنقابه الصيد تقدمت لوزاره الصحه بهذا البحث وقلت لهم شوفوا لنا ده واعملوا عليه تجارب؟ الدكتور محي حافظ اللي هو ماسك المجلس التصديري هو صاحب الفكره، هو اللي عامل عليه ابحاث، هو احد الاطباء من حوالي 5 أو 6 سنين، وتقدم فعلا وبعت لرئيس المجلس على الجامعات وبعت للدكتور عوض تاج الدين. كويس. وقالوا له احنا بندرس وبنشوف. استراليا طبقت الكلام ده كله وعملت ابحاث عليه وطلعت بنتائج. طيب. احنا القصه كلها في كويس أو. اقول لك انا القصه كلها في بقى عندنا احنا، وما زلنا عبيد للنقطه دي. عقده الخواجه، اي معلومه بتجي لي من بره بهتم بيها وبقراها وبعملها اهتمام، لكن انا في مصر ما عنديش القصه. خليني اوضح لك، مش بس عقده الخواجه، الدول دي مش بتهزر. يعني لما امريكا دلوقتي النهارده الرئيس بتاعها يمسك ايد رئيس شركه دواء على دواء ما جابش نتائج وموت ناس، في نفس اليوم الـ FDA اللي هي منظمة الدواء والغذاء الأمريكية قالت احنا ما وافقناش على الدواء ده، ودي كانت هزة كبيرة للرئاسة الأمريكية. إذا أنت لما يبقى عندك وزارة الصحة المصرية لما تقول تصريح أو تعتمد دواء أو العالم كله يستجيب، ما هو ده ليه ثمنه؟ الإيمج الصورة. طب إيه التأثير المباشر لكورونا اللي خلى الناس تقبل على ادويه بقى معينه وتبقى ناقصه خالص، والادويه الثانيه ايه الموقف دلوقتي؟ لا هو ما خلاش ناس تقبل على ادويه معينه، هو القصه كلها ان الناس كلها جايه تسال على ادويه رفع المناعه. فيتامين سي، الحاجات المالتي فيتامين، الحاجات الفيتامينات، الزنك من الحاجات المهمه جدا في رفع المناعه. الزنك وفيتامين سي دول مهمين جدا. هل الناس مش مقتنعه رغم حديث الدكاتره وخبراء التغذيه اليومي عن ان المناعة الطبيعية من خلال الخضار ومن خلال الفاكهة ومن خلال العناصر الغذائية المتوازنة والحياة الصحية، الناس مش مقتنعة وبتستسهل تبلبعها ولا ايه؟ هي موجودة، بص يا باشمهندس، القصة كلها في اسكوربيك اسيد وفيتامين سي، انا محتاج قد ايه؟ حسب كل واحد هو محتاج قد ايه؟ هو كل واحد ده هو اللي عارف. مش لا هو لا هو اللي حضرتك، اسكوربيك اسيد او فيتامين سي الجسم ما بيخلقوش. في بعض الحيوانات بتخلق عندها الانزيم اللي بيخلق الاسكوربيك اسيد. اسكوربيك اسيد ده على فكره قصته حضرتك عارف ان هو لمرض الاسقربوط. ودي كانت اول، حضرتك عارف حاجه اسمها تجارب سريريه. اول تجربه سريريه في التاريخ كانت هي موضوع الاسكوربيك. سبب الموضوع هو الاسقربوط ده. كان في طبيب اسكتلندي اسمه جيمس ليند، هو اللي كان استخدم العصير بتاع الفواكه
جاب كل عصير الحمضيات لغايه ما لقي ان فعلا العصير ده هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيعالج الاسخربوط كان بينزف. هو طبعا ده مرض عظام. لا لا، الاسخربوط ده كان مرض نفسي بيحصل لان ممكن يحصل نزيف ووهن في الجسم وتعب وكده، وكان اكتر ناس بيتعلم منه من البحاره، لان هو كان بياخد اللحوم بيجفف وياكل لحوم، لكن الفواكه اللي كان بيطلع بيها في عرض البحر كانت بتترمي، فكانش بتحرم من فيتامين سي. شوف اكتشفوا امتى؟ حوالي 1753. الاسكوربيك اسيد عزل امتى وتعرف ان اسمه اسكوربيك اسيد؟ حوالي 1930، يعني باكتر بحوالي كام؟ حوالي 150 سنه. فالقصه كلها ان انت بتشتغل بتجارب بحثيه وبعلم وبدراسات ومراكز متخصصه. لو تفتكر حضرتك ترامب لما جه اتكلم مع الراجل بتاع المكتب بتاع المانيا المركز البحثي، والناس قالت احنا عندنا بنجارين ان احنا نعمل لقاح. قال لهم تعالوا خدوا مليار دولار وتعالوا لنا ايه؟ امريكا. طبعا الحكومه الالمانيه رفضت. لان اي حد عنده مركز بحث وعنده علم او عنده داتا طبعا دي في حد ذاتها ثروه قوميه ما ينفعش اضحي فيها. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لانه لو نجح وكمل هو اللي هيبيع للعالم كله. ما دي دوله. عشان كده باشمهندس القصه كلها في ايه؟ ان افضل قرارات اتخذت في عصر السيسي قانون التجارب السريه، طبعا الرئيس رجعه مجلس النواب تاني وبيعمل فيه شويه تعديلات لصالح التجارب السريه. لان القانون كان طالع من مجلس النواب كان خانق الباحث شويه. يعني عامل مشنقه حول رقبه الباحث. ما فيش طبعا باحث هيطلع نتائج من غير ما يجرب. من غير ما برافو عليك. طب قول لي دكتور محفوظ، اللي احنا ماشيين بيه في مصر من قراءتك لما يحدث في العالم كويس بدرجة ايه؟ ان احنا بدأنا نعمل حقن ببلازما المتعافين، وان الرامدي سيفيل جاي قريب. هي كل بص يا بسم الله، كل الداتا المتوفرة على كورونا عند الناس لحد ما متساوية. فكله بيشتغل على الفيز الرابعة. يعني ايه الفيز الرابعة؟ حضرتك عارف ان لما تيجي تعمل دواء بتعمل حاجة اسمها بريكلينيكال ترايلز على الحيوانات. بعد كده تعمل ثلاثة فيز. تمام؟ في الفيز الرابعه ديت اللي هي مراقبه الدواء بعد ما يطلع للسوق. بشوف الدواء بيستخدم في ايه تاني. الرقابه اللاحقه. الرقابه اللاحقه اللي هي اللي اسمها ايه عندنا؟ اسمها اليقظه الدوائيه. بالظبط. وده اللي حصل في ريمديسيفير وحصل في ادويه كتير جدا. طب تعال خد طب الكلور، اقول لك على حاجه، الكلوروكين ده بتاع الملاريا ده. بتاع الملاريا اللي قالوا عليه بتاع فيروس، اول حد كان في كتاب اسمه هاندرسون في الطب من اكتر من 50 سنه كان قال جمله انه ممكن يستخدم الفيروس، جمله كده في الكتاب ده. وعلى فكره كان من اوائل الناس اللي دعت قبل دول كتير جدا انه ممكن يستخدم الكلوروكين كان الدكتور جمال شيح. الفكره في ان انت محتاج ان انت تعمل سيستم وانظمه معينه. انا في مصر هنا عندي بروتوكولات خاصه بكورونا. لكن الانظمه اللي انا بعملها في مصر جاي من بره. بشوف الدبليو اتش او بتعمل ايه، بشوف الاف دي بتعمل ايه، بشوف اكتر دوله متقدمه تعاملت مع كورونا بتعمل ايه وماشي بيها، عشان طبعا الانقاذ السريع للمواطن بتاعك. مش هتستنى لما تجرب. الغريب الغريب بيتعلق بقى شنو. انا هقول لحضرتك واحد خلاص جرب كذا فيجرب. صحيح. وده اللي حصل مع ادويه كتيره جدا. على فكره انت ممكن بعد فتره تكتشف ان دواء بتاع كورونا موجود على الرف. وممكن تكتشف ان كل الانظمه اللي مستخدمينا دي. المهم مين اللي هيبحث ويجيب لك النتيجه. عشان كده الناس في حاله حرب عايزين يجدوا ايه؟ موضوع اللقاح. وحته البلازما ديت على فكره ده نظام قديم جدا، مش جديد، مش مستحدث. ايوه طبعا طبعا. وكان اشهر واحد في مصر كان دكتور احمد شفير الله يرحمه، كان مستخدم الموضوع طبعاً. بيجيب الاجسام الموضوع ويحنها، كان بياخد الموضوع يحكم في الركب ويشوف الناس اللي عندها امراض مناعيه، وكان بيستخدم النظام ده. القصه كلها في ايه دلوقتي؟ ان انا الازمه ديت ابدا اتعلم منها. البحث العلمي، الصحه، صح. التعليم، صح. لان التعليم انا بجني حاليا بجني ثمار 30 سنه من دهوله التعليم، من دهوله التعليم والصحه في مصر. بشكرك دكتور محمد. يا ريت نتعلم من اللي فات، وان شاء الله باذن الله تبقى انطلاقه لمصر ان شاء الله. بشكرك جدا، واشكر الله ان احنا عندنا مبادرات حقيقيه في التعليم وفي البحث العلمي وفي الصحه، للنهوض بالمستشفيات، احوال الدكاتره، الاطقم الطبيه، مشروع التعليم الجديد، جامعات من بره. فالحمد لله، نتمنى انكم ماشيين على الدرب الصحيح. جزيل الشكر دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنه تصنيع الدواء بنقابه صيادله القاهره. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله حلقه جديده من مساء الخير.